تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاءكم الرياضي على شادة اف ام، برنامج البطولة المعد ديالكم اليومي من 2 حتى الجمعة، من الوحدة حتى الثلاثة. كابتن فخر الدين، أهلا وسهلا. أهلا منير، إيمان، أميمة وجميع صديقين وصديقات البرنامج، وجمعة مباركة إن شاء الله على الجميع. جمعة مباركة على الجميع. إيمان، أهلا وسهلا. أهلا بك منير، أهلا بكابتن فخر الدين وبكل المستمعين اللي كيسمعونا دائما على شادة اف ام. دعيتي مع دوك اللي كدعمهم ديما؟ صديقين وصديقات دائما، حيت بغيت واحد الدعوه اخرى عاوتاني لدوك اصحابنا الاخرين، شي حاجه اللي فوق الله يهديه ما خلق. وغادي نستشهد بواحد المقطع من واحد المسلسل فخر الدين، واحد المسلسل ديال واحد المدير ديال دار النشر. وداك النهار قالوا لي راه غادي يجي عندك الوزير سيد فراح، وزير الثقافه. سيد فراح خرج، جا الوزير قال له ما تبارك الله هذا الشيء نقي، قال لي كله بفضل سيادتك يا فندم. تبارك الله الدار، قال لي كله بفضل سيادتك يا فندم. اللي قال لك يقول كله بفضل معاليك. واحد الوقت يقول لي ذاك الوزير القوي جميل، ويقول لي كله بفضل سيادتك يا فندم. الله يسمح ليه، دخل في الشرك وما اكثر هذا النوع. لا لا، انت عيت ما نصحك منير. الله العظيم الا قدرتي صعيب. لا غير الا قدرتي انت، ما قال بحكم ديالك على انك دابا عندك هذاك البرنامج ديالك شويه كاين ديال التواصل، كتواصل خصك تصبر. لا راه الناس بواحد الزمان، الناس بعقلهم فخر الدين. وي راه الناس بعقل، علاش شنو اللي بعقلو انت دابا؟ كيبان لك انت زعما شنو بعقلو؟ راه تقدر تشوفو تقول هذا نختارو دابا نديرو وزير. شتي الا كان غادي في السياره ديالو تهبطو في الفيروس قول له وقف هبط، راه بغيناك وزير. الوغ هو يا ربي تسمح ليا خلينا ساكتين. رئيس الجمعيه وما قلتش عليها. انا الا بغيتي دير واحد القضيه سلم، انت خارج بالزنقه كتقول السلام عليكم والاحترام، شتي شي واحد غلط تقول عاد بلا مشطر راجي وبقى غادي وساكت. لا لا، ماشي انت اللي كتقولها ولا انا، الوقت تبدلات، الوقت تبدلات وعمرات باب اختلط الحبل بالنبل. يعني الامور ما بقاتش داك الشيء اللي كنتي كتعيش فيه شحال هذه ولا اللي عاشوا فيه الناس اللي قبل منا. راه كنقولها وتنعاودها، والله ديما ما عندك ما دير. انت كتقول الله يهدي ما خلق، انا تنقولها ما عندك ما دير، ديما غادي تلقى شي حاجه هي ماشي. المهم اليوم ان شاء الله غادي نرجعوا باش ندير واحد الاطلاله على ما تكلمناش البارح على ما بعد التاهل ديال المنتخب الوطني قبل من 17، لانه تاهل كمتصدر وغادي يلعب مع صاحب المركز الثالث اما في المجموعه الثالثه ولا الرابعه ولا الخامسه. مع العلم اللي دار اطلاله على الثالثه الرابعه الخامسه، الثالث ديالهم ما غاديش كاين مالي وكاين ما غيكونش سهل. كاين شي فرق يصعد، تقدر البرازيل، دابا المشكله منير هو ما كندويش انا على لو ريتم ديال ديك المباراه ديال بالامس. المهم انا جيت كان كيتكلم عليها البارح، نكمل غير العناوين فخر الدين. الساعه الثانيه ان شاء الله نتكلموا على واحد الاطلاله اخرى على المنتخب الوطني ديال قل من 23 سنه اللي في مباراه وديه انهزم البارح مع الدنمارك 3-0 بغرابه. نقدروا نقولوا ديك الروايه ديال راه مباراه وديه اعداديه ولا تهم النتيجه، ولكن شي حوايج وقعوا لداخل ما تقولوش ليا لا يهم، غنبقاو نعاودوا نتكلموا عليهم وغنزيدوا عليهم شي بركه ان شاء الله اليوم. ثم الحديث على المنتخب الوطني المغربي الذي يستعد لمباراه تنزانيا قبل هذا وذاك بعد التصفيات ديال امريكا الجنوبيه البارح. هضرنا على فرقه والله ما كذب عليك الطريقه، هذا اش كنقول لك انا، ما عندك ما دير. الخريطه تغيرت، هذاك المنتخب البرازيلي دابا اللي عشتي معاه انت وشفتيه وشفتي الكره ديالو، شتي اللي شاف المنتخب ديال اللي خسر مع الطليان ديال سقراطيس وديال وديال 2002 وديال 2002. لا خلي لا خلي انا حيت الا بعدتي 82 ما بعدتش، غنبعد علاش؟ كاينين الناس اللي تفرجوا في هذا المنتخب وبكاو، ما لهم والو لا من بعيد ولا من قريب، وبكاو على الارجنتين على ذاك اللعب اللي دارت وعلى هذاك الشيء. مارغري الطليان كانوا واقفين وربحوا ذاك الشيء. راه غريب هذا الشيء اللي وقع في البرازيل امونيا. راه انت جاي وجاي ما عرفت فين غاديين. راه ملي غادي تولي تقول لي تعطي القميص لفينيسيوس ولا رودريغو ولا هما اللي غادي يجروا لك البرازيل، راك انت غلط. مع كامل احتراماتي للعابه اللي في ريال مدريد، ماشي هما اللي ريال مدريد والمؤسسه والفريق وتاريخه هو اللي دير هذه اللعابه. واش فهمتيني؟ هي هنا راه هو ملي كان حيت هذا الشيء اللي كتقول هو اللي غناخذ عاد ديك الغرابه اللي قالت. راه كان فيها زيدان وكان فيها روبرتو كارلوس وكان وكان وكان. اليوم ملي كتشوف البرازيل انت دابا الهزيمه الثانيه ديال 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 المنتخب البرازيلي مع كولومبيا،
مع واحد المنتخب اللي كان في واحد الوقت من الاوقات كيكون في المتناول، فهمتيني؟ ثم هزيمه ديال الفريق المنتخب الارجنتيني، هزيمه الارجنتين مع الاوروغواي. يعني اول هزيمه من بعد لا كوب جيمون. ملي كتشوف شوف ملي كتشوف الخريطه ودرس ودرس فخر الدين درس، ولكن اللي غادي نحكروا عليه مزيان انا وياك هو هذا البرازيل اللي كتقول لي انت راه هكا كتشنو انشيلوتي. انشيلوتي لا كان كيتفرج وعارف فين غادي، راه خصو يعرف فين غادي يحط رجليه، واش باقي عنده فيني عنده شي برازيل اللي غادي يدافع عليه وتحمر ليه وجهه، ولا غادي يجيب دراري يبقاو يلعبوا ليه تما وينقزوا ليه وصافي هادشي اللي كاين. انا شوف الحمد لله ملي هضرنا داك النهار انا وياك وتكلمنا في هذا الموضوع على المنتخب البرازيلي، هو كيزيد ياكد لك على انه يعني منتخب اللي خصو يتعاود. هذاك المنتخب هذا باش خصو يتعاود بعدا؟ خص بعدا العقليه تبدل، يجي شي واحد يبدل لهم. صحيح لا تسلطيه البرازيل كيفاش العقليه تبدل؟ دخلهم بعدا لسوق راسهم تقول لهم انتم راه غادي تجيو ولا كنتو كتلعبوا الكره ها الكره وكاين حوايج اخرى. دابا هادو راه دايخين، راه كاين فيهم اللي بحال كيولي كيجي للبرازيل بحال انا نقول لك قليل لا ستار ديال الفرقه فوالا. وخاص يعني هذيك البلاصه ديالو ما يدخل ليها بعدا داك لو بوست اللي غيدخل ليه تيعرف راسو بصح راكي لا دابا كتعيطي لهم. داك النهار انا شفتهم في مضمونه بلاصتهم في الاستقبال ديالهم في واحد المركز راه شتو فاش جاي لابس كل واحد واش جاي لابس. انا ما كندويش على اللبس ماشي زعما كان حتى هو اشاره هو اشاره كيعطيك على ان ديك الطريقه. وكتشوف هذوك الناس اللي كانوا رولاندو وما عرفت واحد ودونغا معاهم حتي ملي قلتي اللبس اش تفكرت مهدي الباسل في الحوار ديالو مع ابو خريس عاود ليه القصه ديال فاش يلاه عيطوا ليه لي فار غادي يمشي يسيني غادي هو الحاج العربي يقول قال لك انا غادي داخل عند الجنرال قنابي ولا بالشورت وداير طانكا وداك الشيء. قال لك اقول لي الحاج العربي شوف اجا ولدي نمشيو للدار بدل هاد الحويجه يعطي الصحه نمشيو ندخلو يعطي الصحه. لا شوف دابا المهدي الباسل بحكم صغر السن ديالو والشباب ما داير فيها مسكين هو والو عادي عمري ما غنلومو. الوغ كو انت هذاك السيد اللي معاه ها حنا باش كندويو على نجرك هو الحاج العربي. الحاج العربي يقول قال لي حنا غنمشيو نشوفو الجنرال الوغ كو الجنرال قنابي ما تخرجش عنده بشورت احتراما للمؤسسة احتراما لذاك السيد. وهذه راه من غير هذا الشيء كله دابا انت عند واحد انسان عادي انت غدا عرضتي عليا الدار مع الزوجه ديالك ومع وليداتك ممنوع عليا تمشيك بشورت انايا وكلاكيت واخا تكون صديق ديالي احتراما للمزيد ديالك والزوجه ديالك المؤسسة. راه دابا حنا لا دابا اللي كاين ايمان هو دابا المشكل ما كل اللي تهضري معاه بحال هكا كيقدر كاع ما يتقبلهاش. هذا شغلي انا حر شغلي انا حر. لا لا انت حر ما كاين مشكل وي ولكن في السيكتور ديالك انت حر. باش نرجعوا للبرازيل واش باقي انت عند الراي ديالك انه سيت ان بروبليم دو طالون؟ هو الطالون راه الطالون ديال الصباط ولا الطالون ديال لا الطالون يعني الكعب العالي الله الكره الكعب العالي الكعب العالي كعب غزال هذا هو اللي عالي. واش مشكل ديال مشكل منير؟ انا شخصيا منذ مده انا كنتفرج في هذه الفرقه هذه منين جات لطنجه وحنا كنشوفوا هذا المنتخب البرازيلي بيني وبينك في لاكوب دي موند بان بزاف كاع من ناحيه واش فهمتي؟ بان حيت انا عندي واحد الاشاره مثلا حنا واحنا غندوزو للاو دي سات البرازيل ديال الاو دي سات كيبان لك ذاك اللاعب ديال 17 عام بحال كبير دوك الاباجاديات اللي غتوحل معاهم ولكن ينفوا يولي تا هو عنده 700 مليار ما خصوش يتامباكت معاهم صافي تا هو غادي يولي يجيك بحال شي واحد. دابا المشكله اللي مشات من غير الفلوس راه حتى ديك لاراج اللي كنقولوا حنا وديك اللي كانت عند لي بريزيليان دعابه اللي باغي يربح وباغي يدير راه ما بقاتش كاينه. منتخب كيلعب لك بحال كيقصر وقت ما جا كين كنقولوا حنا وقت ما جا الربح. هاد الوقيت اللي بقى لنا نيت حنا ندخلوا للمنتخب ديال الاو دي سات بون فوز على اندونيسيا 3-1 التعادل ديال المباراه الاخرى خلانا اننا نتاهلوا بالصداره وهاد الصداره عطاتنا نلعبوا مع واحد من اصحاب المركز الثالث. البارح قلت لك المركز الثالث قلت لي الثالث راه الدور الثاني راه دابا مبدئيا بعد نهايه المباريات ديال المجموعه الرابعه اللي السنغال خسروا مع الجابون 2-0
انا نط مشيت للكوزينه رجعت لقيتهم جوج لزيرو كيفاش داروا لها ما عرفتش. وكان خطا ديال الحارس ما جابون ديما كان خطا ديال الحارس خطا فادح الحارس ولكن ما قدروش عليهم يعني السرعه. دابا ثلاثه المنتخبات داروا 6-6-6 الارجنتين السنغال الجابون بمعنى احسن ثالث راه كاين معاهم احسن ثالث حسب هذا الترتيب هو الجابون. نقدروا نجيو تقريبا واحد في انتظار التاكيد. لا انا اللي خالعني يا منير فيزيكمون الريتم ديال هذيك الفرقه اللي شفت البارح البنيه ديالهم سميتو ما راه ريتم كان منير مقتول. شتي لي جابوني مع الريتم ديال الجابون راه تصنتي راه تفرجنا وكنقول لك دائما كنشوف انا راه غادي يهضمك بالحكم ديال البارح. راه انا وياك وايمان تفرجنا انا في المنتخب المغربي عدد كبير من الجمهور المغربي تفرج. انا اون فوا سال الماتش تلاقيت مع دراري وداك الشيء السؤال اللي كان موجه واش تفرجتي؟ اه علاش كيقول لك واش تفرجتي؟ باش تشوف واش ذاك المظهر اللي ظهروا به الاسود الدراري الصغار الاشبال اشبال واش كيبان لك بانه لو ريتم مقتول بطيء جدا. وهذوك ونزيدك حاجه اخرى اكثريه ديال الكواري اللي خدينا هذوك لي زاندونيسيا هما اللي عطاهم ليك بحكم باش حنا كنا ضعف المستوى ديال المستوى ديال المنتخب اللي ما عمره ما كنا كنسمعوا كاع غادي فهمتي عمره ما كان حتى في اسيا وداك الشيء ما عمره ما كيشارك ما كيديرش دي بون ريزولتا. شيبا دابا حاطني لنا واحد المشكله اللي مطروحه وهي هاد القضيه ديال الفيزيك اللي كيتكلم عليه بزاف وتتبان من خلال وجه ديال الدراري اللي كتشدهم الكاميرا لي فور واش تكرو انت باقي مازال عندهم زعما لا غير كيجروا رجليهم بدلو في غير ولا ديكلاراسيون ديال شي بلا سمعتوها قال بلي سمعتي قال بلي زعما راه فريمون تمحنا زعما الدراري فريمون داروا خرجوا بزاف اي دايوغ قال دور الدراري كاملين هي راه لعب الدراري كاملين غير لي غارديان دو بي شوف الدراري كاملين الوغ كنت ما عندكش البون دو توش واحد مرتاح مثلا البارح في الفرحه اللي تكلمتك عليها منير ديال نتيجة اش كتبين لك هذيك؟ انهم مضغوطين ماشي غير مضغوطين كاين هناك عياء وبيننا حنا الحمد لله جبنا بعد هذه النتيجة بهذه لي كونديسيون فوالا حيت جبنا تلعب واحد المنتخب اللي هو واقف فيزيكمون وتكتيكمون تبارك الله من غي ان شاء الله ملي تكونفيرم هذا الشيء الجابون راه واش ما عليهمش لادابتاسيون الجابون الناس وقرابين شويه لهذاك لا خلاتيني دابا ملي قلتي لي ربحوا السنغال ربحوا السنغال حيت السنغال القوه ديال البدايه ربحوا السنغال انا راه شفت الدراري ديالنا راه نقول لك انا بغي الا كانت شي حاجه شي مفاجاه وعلى اين حنا مستمعي الكرام غادي نتوقفوا في هذا الجزء الاول من برنامج البطوله حلقه ككل الجمعه تقبل الله صلاه الجميع غادي نتلاقاو في المباشر ان شاء الله على الساعه الثانيه ولكن انتم راكم مواصلين مع برنامج البطوله بعد قليل غادي يكون معنا مشكور الاطار الوطني سي محمد بن شريفه الحديث حنا غنواصلوا مع الحديث على المنتخب الوطني ديال اقل من 17 سنه. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شدا اف ام تحيه لكم الاصدقاء وكل المتتبعين نقول لكم تقبل الله صلاه الجميع بمزيد من الاجر والثواب. المنتخب الوطني المغربي لاقل من 17 سنه البارح كيتمكن من التاهل للمنافسات ديال الثمن النهائي كاس العالم بعد ما حقق الفوز في المباراه الثالثه كيف تبعنا جميع يوم امس على منتخب اندونيسيا ب3-1 واستغل التعادل في المباراه الاخرى ديال بنما والاكوادور باش يتاهل كمتصدر لهذه المجموعه وغادي يواجه الفريق الوطني المغربي في الدور الثاني يعني صاحب المركز الثالث يا اما في المجموعه الثالثه او الرابعه او الخامسه يعني في انتظار اجراء المباريات وتحديد المعاليم ديال الترتيب. ولكن اللي كيهمنا حنا هو مناقشه المستوى والمردود العام ديال المنتخب الوطني المغربي لاقل من 17 سنه وكذلك مواضيع أخرى في حلقة اليوم. لهذا الغرض سعيد جدا يكون معنا الإطار الوطني الدولي السابق صاحب القذافات والتسديدات الإطار الوطني سي محمد بن شريفة. سي محمد بن شريفة مرحبا بك. مرحبا بك أخويا منير. مرحبا مستمعي شدا اف ام. تحية لك سي محمد. جمعة مباركة. يعني المنتخب الوطني ديال أقل من 17 سنة كيفاش كتشوف المشاركة ديالو في هذه المنافسات ديال كأس العالم قبل ما ندخلوا لي ديتاي يعني التأهل تكوين لاعبين إلى غير ذلك يعني المستوى العام كيفاش شفتي هذا المنتخب هذا من خلال المباريات اللي قدم في الدور الأول أكيد كانوا انتقادات كثيرة على المستوى اللي قدموا اللاعبين والهزيمه ديالهم في المباراه الثانيه انت كيفاش كتشوف من وجهه نظر ديالك سي محمد؟ فاولا هنيئا يعني هنيئا الاطار الوطني سعيد شيبا على العمل الكبير اللي كيقوم به مع رفقه الاشبال المنتخب الوطني يعني الحمد لله
مزيد من التألق والنجاح إن شاء الله، يعني يحقوا مازال إن شاء الله إنجازات كبيرة لكرة القدم المغربية. ما يخفاش عليك يعني بكل صراحة هاد الفئة ديال الإيديسات يعني فئة كتكون يعني كتكون حساسة جدا. بمعنى يعني هاد ليجان يعني باقي في الطور ديال التكوين، وشفنا كيفاش لو برومي ماتش كيفاش المنتخب المغربي فاز مع بنما، شفنا يعني كيفاش رغم ان يعني العامل ديال الطقس ما كانش صالح يعني المنتخب الوطني ديال اقل من 14 سنه، شفنا كيفاش انهزم مع الاكواتور، ولكن الحمد لله كما كان عندي اليقين التام بان الاطار الحمد لله عندنا اطار وطني كبير كفء هو سعيد شيبا. يعني كيفاش انه كتعرف لان ان جون يعني كيدير دي زيرو اخطاء وكتعاود تعطيه الثقه، لهذا هو المطلوب في المكون وفي المربي. صحيح، لانه هو سانيديكاتور اي فورماتور، كيفاش يعني لقى التوليفه وكيفاش بريبارا اللعابه يعني في لو ديرني ماتش مع اللي بكل صراحه اللي داروا ان ماتش اكسيبسيونيل مع اندونيسيا، يعني رجع الانتشار ديال لو 4 2 3 1 وكانوا الدراري كانوا ايفيكاس، وهادشي يبان حتى في ستاتيستيك شفنا يعني في نومر ديال لي تير يعني 28 تير كادري، شفنا يعني النومر ديال لي باس 442 باس، وفي الطرف الاخر اللي هو منتخب اندونيسيا اللي هو المنتخب المنظم يعني 294 باس، يعني النسبه ديال النجاح ديال لي باس 82%. انا كتبان لك بان كان واحد التركيز عالي عالي جدا، وشيء جميل وهو يعني هاد لي جون هادو يعني يلاه الله جيرو في التكوين يلاه كتلعبوا في الضغط، فما بالك لعبتي مع البلد المنظم امام الجمهور ديالو وفزتي عليه طريقه واداء وبكيفيه اللي بغيتي انت. يعني كيبان لك هنا شيء جميل بان هاد الوليدات الحمد لله لا ربحنا وكنربحوا، يعني بكل صراحه يعني لو بروجي ديال لا فيديراسيون مشكورين سيفو ديال القجع، لان اللي كتستثمر استثمار جيد في الكاس العالم ديال المغرب ديال قطر ديال اللي كان المغرب حتى الرتبه الرابعه، يعني خصك وصلتي لهذه القمه هذه خصك تبني ديما لا روليف، وشفنا الحمد لله ملي غتوصل لهذه الفئه السنيه اللي كانت مع كامل الاسف كانت كتكون في ايادي ديال دي زونترينور اترونجي، ولكن ماشي بهذا المستوى اللي ظهر به يعني مع سعيد شيبا اللي شفنا يعني شفنا يعني في الجزائر كيفاش انه المباراه الاخيره يعني وصل النهائي والان تاهل كاس العالم. فهنيئا للاطار الوطني سعيد شيبا العمل اللي كيقوم به، وهنيئا لهاد الوليدات. وشيء جميل وهو كاين خليط ديال اللعابه اللي مكونين هنايا في المغرب اللي كنشكروا يعني هنا نفتحوا القوس يعني اكاديميه محمد السادس كذلك والجيش. يعني على العنايه اللي كتقوم بها هذه الجولة، كذلك ليفار، كذلك يعني الفتح، كذلك طنجه، كذلك اكادير، يعني والقائمه طويله الحمد لله. بين الان كنجنوا الثمار ديال لا فورماسيون، اهم شيء وهو التكوين يكون في ايادي امنه. الحمد لله سعيد شيبا كان عندي اليقين تام رغم ان هذيك الكبوه ديال 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 الاكواتور، لان خاص هاد الوليدات هادو ما نعاملوهمش بحال دي سينيور يعني دي جور يعني ماجور فاكسيني، هادو باقيين صغار، كتكون واحد المعامله كتكون تعامل خاص، كتكون بوحدها سبيسيال. برافو، كتكون سبيسيال. علاش؟ لان هاد لو كوتي ايموسيونيل بزاف، لانه خاصه هاد الوليدات هادو كيبغيو العاصف كيبغيو الحنان وخطأ ارواح كره القدم، رغم ان كانت خطا شفنا كيفاش شفنا ان الهدف من ضربه جزاء يعني كان دو كونتر ان سيتياسيون دو كونتر ان، يعني اللاعب ماشي كيشكل خطر ولكن دار خطا حنا تعلمنا منه. دونك هنا كاين لو رول ديال لونترينور ديال الفورماتور ديال سعيد شيبا ولو طاف اللي مع نور الدين بوولا نادير مياغري كيقوموا على عمل كبير. وشيء جميل وهو ثالث ديكلاراسيون ديال سعيد شيبا يعني ابريل يعني لا ديفيت ديال الاكواتور، قال بان خصنا نسترجعوا الطراوه البدنيه ديال اللعابه باش نكونوا ايفيكاس. مشكورين الناس ديال الجامعه بكل صراحه سيفو ديال القجاع اللي كيتكلم معاهم وتوفر لهم جميع المسائل اللي اللعابه يكونوا في لو توب ديالهم. الحمد لله عطانا واحد المنتخب اللي ابان الحمد لله، والان الحمد لله المغرب فالحمد لله في ايادي امينه. علاش؟ لان ملي كنقولوا اطار وطني تنقل يعني متطلبات ديال الشعب، كينقل متطلبات ديال المسؤولين، واعطانا واحد المنتخب اللي قوي بكل صراحه. دي جوار يعني ملي غنقولوا دي جوار اللي غنقولوا عندهم ان كرون بوتونسيال، ملي غنقولوا معالي غنقولوا النير، غادي نقولوا شيخون، غادي نقولوا كاتيبه، غادي نقولوا الحموني بكل صراحه. الليدر لاتاكون ديال لو هافر فريمون لي زعما ماركا لو بوان ديالو، لا هو لا معالي
كنظن 3 ماتش 3 باس ديزيسيف، فالحمد لله كاين ايت بودلاست ستانجون ديال الاكاديمي فهمتيني، كاين بغسي يعني، كاين بالغوزيل يعني، الحمد لله كاينين دي جون اللي الحمد لله ربحهم المغرب لافينير. كاينين دي جون سي محمد، و الا بغيت نسولك انت اللي دوزتي لا فورماسيون يعني، وخاصه عند داك الجوار ديال من 19 حتى 20 يعني، او 19 حتى 21، اشنو الاهميه عندك انت ملي كيجيك لعاب ديجا لعب مثلا كاس افريقيا ولا لعب كاس العالم يعني كيكون جاي من لي او 17، شنو الاهميه ديال الا كان ديجا لعب هذه المنافسات، شنو الانعكاس اللي كيكون عليه؟ واش كيكون ربح شي خطوات في لا فورماسيون؟ واش في لاج ديال 20 21 ولا حتى 19 واش كيجيك واجد؟ انت كيفاش كتشوف هذاك اللاعب اللي كيوصل ديك الساعه ولعب هذا الشيء؟ دابا بالنسبه للفرق ماشي بحال المنتخبات، خاصه مع هاد لي جون. دابا ملي كتكون ان سيليكسيون واش حتى ديك التدوينه ديال لو كلوب ديال لو جون اللي ما تمش يعني يكون في اللائحه وكندير واحد التدوينه، ورغم ان الناس دارت واحد البوليميك، وانا كنشوف اللي داخله في التكوين راه ان سيليكسيون كيخرج شكون هو اللي غيكون عنده 100%. علاش؟ والوليد هذا رد الفعل ديالو مزيانه، لانه هو بوزيتيف، علاش؟ انه باغي يقدم شي حاجه، باغي يلعب راه مزيانه، ولاني راه داخل حتى هي في التكوين. كاين بارفوا كاين دي شوا ديال لونترينور، علاش؟ حيت انا نتقبل بان المدرب يقدر واحد النهار، علاش؟ انه هاد الوليدات هادو اخويا منير، علاش قلت لك الفرق سؤال وجيه مهم جدا. علاش؟ لانك ملي كتكون في الفرقه ديالك لعب مثلا ملي كنت في الفتح، عندك مثلا عندك اللعابه اللي تيتلا معروفين، عندك واحد 12 لعاب، عندك 12 لعاب اللي كتبو 13 لعاب، ولا خصك شي واحد في لورون بلاصو كتاخذ مثلا ديال الاي دي سات، ولا كتاخذ بارفوتي ديال الاي 15 اللي هو كتعنيك ان بروجي ديال لا فورماسيون. ما يهمكش يعني انك لانه ملي كتلعب باغ اكزومبل اي دي مثلا اي 21 راك كتلعب الدراري ديال الاي دي سات كنلعبو، علاش؟ لانه انت كان بروجي تكون عندك لا مارج دو بروغريسيون ولو ديفلوبمون ديال اللعاب، كتكون عندك ان كرون مارج، كتحطو في لو كونتكست بلي كومبليكي بلي ديفيسيل باش اللعاب يتادابتا مع هاد لا سيتياسيون. علاش؟ ما يلعبش مع نفس اللاج ديالو، يعني غير يلعب مع نفس اللاج ديالو غيكون فور عليه. عليها دابا هاد الوليدات اللي قلتي دابا ديال سعيد شيبه، علاش كاين عندهم كيبان لك مثلا الليبو ديالهم طالع؟ علاش؟ لان ديجا في لا فورماسيون ديالهم كيلعبوا مع لاج كبر منهم، كبر منهم وي، كيحطوا في دي كونتكست بحال 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 كيفرض المؤهلات ديالو. وهاد الوليدات هادو يعني الله يكون في العون سعيد شيبه، راه عنده واحد المعامله خاصه جدا. علاش؟ لانك عندك انت واحد 23 جوار ديتيها معاك، ياك هاد 23 جوار شكون كيلعب شحال كيلعب من واحد؟ كيلعب في 11 10 لعابه و11 وان كارديان، ياك، وتبقى عندك لو بونتوش، ياك. هادوك اللعابه راه دراري صغار، راه اقل من 17 سنه، راه فرقتو كان كيلعب باغي يلعب، راه كيفاش خصك تهضر مع اللاعب، تنزل المستوى ديال لاج ديالو وتهضر معاه، وكتكون واحد العلاقه كبيره جدا. وكيفاش خاصك ما خاصكش تخسر سي محمد؟ نعم. راه سعيد شيبه تقريبا من بعد الماتش ديال البارح راه بان على انه لعب كاع اللاعبين، يعني كلهم لعبوا باستثناء لي دو غارديان دو بوت اللي بقاو، يعني كلشي لعب. علاش؟ لان هنا كنحيد سعيد شيبه، لان تبارك الله التكوين ديال سعيد شيبه راك عارفه من خارج مع هاد مولاي رشيد، يعني حتى الانطومي ديال اللعب قاريها، فاهمه؟ علاش؟ دابا انت غادي تلعب في واحد البلاصه في اندونيسيا كاينه الرطوبه بزاف، يعني إن غادي نلعب هنا غتقدر تقول لي مثلا حموني نلعب كاع الماتشات وي، ولكن كا اكسيبسيونيل. دابا انت كتشوف، دابا انت خصك تلعب دوك اللعابه، علاش؟ خاصك كله تعطي ان طون جو باش ما تعييهمش، خاصه كل ثلاث ايام كيلعبوا ماتش وي. راه هنا المداوره كانت مهمه بزاف، رغم ان دفع الثمن ديالنا في الماتش ديال ليكواتور، ولكن لو ديري ماتش مع اندونيسيا يعني فريمون ايزون في ان تري تري كرو ماتش، يعني انا كنقول لك راه بحال كنشوف انا منتخب كبير في تبارك الله في النص التكتيكي ديالهم. كيفاش ملي كتكون كونتون با البالون، كيفاش تيكريتيو كوتي بالون، كيفاش يكادري لو بورتور دي بالون، كيفاش كتبان لك يخرجوا اغريزيف لا جيستيون ديال لو طومبو، فهمتيني؟ فين تيمشيو بريسيو، كيفاش دو كوره، كاينه دي كود، كاينه دي كومبينيزون بيناتهم. هنا كاينه لمسه ديال المدرب كبيره، وهنا نقولوا سعيد شيبه اللي كيما قلت في الاول، هنيئا الحمد لله يعني طاو وطني سعيد شيبه العمل اللي تيقوم به مع الوليدات هادو، كيفاش توصل لهم المعلومه، وكيفاش تجبد يعني تجبد احسن ما عند اللعاب،
وتخلي لو جروب ديالك تخليه كامل لو جروب ديالك كله كتخليه يعني كتلقى سودي وهوموجين فهمتي ولا لا؟ هنا في هاد المنافسات السي محمد مثلا كنقولوا كاس العالم ديال اقل من 17 سنه وكلنا كنعرفوا داك لونغومو اللي خلقات لينا كاس العالم ديال الكبار في قطر والناس فرحانين وناشطين ولينا واش النتائج كتهم في هذه المنافسه ولا قد ما لعبتوا ديال المباريات كيف كيقول سعيد شيبا يعني سعيد شيبا في لي ديكلاراسيون ديالو كيقول لك حنا لعبوا لو ماكسيموم دي ماتش واش النتيجه مهمه مثلا في هذا كاس العالم سي محمد؟ دابا الحمد لله في المغرب قطعنا اشواط كبيره في كره القدم باينه معروفه كنا كنقولوا مثلا كنقولوا مثلا ظهور مشرف في كره القدم فهمتيني اولا خروج مشرف ياك دابا الحمد لله وخاصه مع هذه الفئه العمريه هادو هاد الفئه هادي اش كان هاد الوليدات كيبانوا ليا يعني دي جون اديسات الفكر ديال ليكيب سينيور لعقاش هادو باقيين في التكوين راه لا كيتكونوا ما كيتكون راه يلا مروا من المرحله ديال لا بريفورماسيون لا فورماسيون يلا يلا 13 15 لا بريفورماسيون لا فورماسيون يلا كتبدا منو يلا كتخدم معهم شويه كتخدم معهم لاج دو هذا كتخدم معهم لا تكنيك وشويه لا تاكتيك بزاف ديال لا تاكتيك لي سيستم لو 4 4 2 ولا 4 3 3 شنا لا فليكسيبيتي ديالهم لو بريم ماتش يعني ما بانما لعبوا ب 4 2 3 1 لو دوزيام ماتش لعبوا ب 4 3 3 افيك ان بوان بوان اللي هو كتيبه وقدامه كان كومي وكان شيخون الماتش الاخراني لعب 4 2 3 1 يعني كيبان لك دو دو بوان با دو ميليو ديفونسيف اللي هو شيخون وكتيبه وقدامه معالي اللي لا فيها تري تري غرون ماتش برمو هذاك الوليد ما شاء الله عليه زعما يعني يعني باش تدخل انت غادي في لا فورماسيون وهنا كيبان لك حتى اللعابه كيشوف لونطينور اللي كيلعب معاه شكون هو لونطينور اللي كيلعبو سعيد شيبا شكون هو لونطينور كيشوف السي في ديالو فين لعب سعيد شيبا لعب في المغرب ياك وخرج لورو فين لعب راه بحال في اسبانيا راه شفنا مشى للخليج في الخليج يعني يعني كتلقى حتى اللعاب كيلبس الثوب ديال المدرب يعني ملي كيكون عندك مدرب كومبيتيتور كيلعب على لي تيتر راني كنكون اللعاب او ميم طون كنزعف فيه ديك النفيسه ما نراش حنا راه الحمد لله حنا راه كيحيد عليهم الضغط راه هو انا كنعرف انا سعيد شيبا والحمد لله علاقتي معاه مزيان علاش لانك انا بيني انا حنا راه كتلقى سعيد شيبا في ديكلاراسيون ديالو عمرو ما كيسيب شي واحد ويهضر على لا مكالمي هو مثلا في الماتش الاول الحمد لله عندنا فرقه كنكونوا كنديروا لو ديري فاش خسر لا ديفيت مع ليكواتور شوف حنا الحمد لله العامل ديال الرطوبه غنسترجعوا يعني يعني الثروه البدنيه باش نبريبارو لو ديري لو ديري ماتش ديالنا رغم ان انتقادات كثيره شفت كنشوف بارفو بعد الناس اللهم اغفر لنا ولا بعد الناس يعني كنلقى يعني كيبان لك حنا ملي كيربح كيبان لك كلشي فرحان عاد يخسر كيبان لك يعطيو ديك الخوفي كيف بابا ولكن لا راه العمليه قام به شيبه اشوف خصك تشوف هادشي راه ماشي جا صدفه راه كاين عمل وملي غنقولوا عمل راه كاين تتوفير الظروف وهنا مشكور ما غنفتح القدس حنا لا نجامل احد ولكن لكل ذي حق حقه يعني العمل وراه مهمه المسؤول ويوفر الظروف السي محمد دابا احنا بينو بينك اخويا منير اكوا صاصير حنا تكون عندنا ذاك البيجو اللي هو مركز محمد السادس وما لعبوش هذه الكره هو على رفيع من عندنا شخصية معمورة معمورة قديمة كان على بلوك كان ديال القديم دونك دابا لي كونديسيون موجودة موفرة وهنا كنا نقول لي كونديسيون راه كاين تل يعني كان تل لأن هاد الوليدات هادو باش كيبان لك باش كنطوروهم تا أو نيفو ديال الفيزيوناج ديال لي فيديو أفون غير هو تكون دي فيديو انديفيديوال مع هاد الوليدات علاش كنقول لها شوب بون شوب ها إذا هذا الخطا هذا كيفاش خصك دير لها كيفاش خصك دير لها وتقنعوا وهاد الوسائل كامله هي اللي كتطور اللعب هنا رجع معك لان باش وصلنا لهاد الخدمه هذه الحمد لله راه حنا غادي كنواكبوا الحمد لله يعني يعني التكوين ديال اللعابه هاد لي جون هادو وميم طون لان كتعرف المغاربه راه النيفو لا طالع في السقف ديال المطالب راه الكاس العالم كاتريان بلاس مونديال راه ما عمر شي واحد كان كيتوقع ان المغرب غادي يحقق هذا الانجاز ولكن الحمد لله باش بالعزيمه واللي شي زوين اخويا منير هو كنفرح وكنزيد نفرح لان راه شوف راه ما غادي يحقق ما غادي يعاونك راه غير دفرك
ما علاش جلد كغرض افريقي علاش؟ لان اطار مغربي اقوى صافي. حنا مشكورين الناس ديال لا دي تي ان سي فتحي جمال كصراحه على التكوين ديال المدربين. علاش؟ اي حاجه اخر ما كاين حنا في لوباطا ديالنا في ديال لا ليسونس ا يعني اي حاجه هاريسون اللي كان مع ليفربول راه كيدير لا ديال المنتخب وي راه علاش؟ لانه ديما الكره راه فيها ديما الجديد. راه لا كوب دي موند الاخر شفنا في قطر راه المغرب باش قهر اسبانيا والبرتغال وبلجيكا وكرواتيا باش باش ابلي سباس الفوز بالمودرن سي لاسباس. عندك لاسباس ما عندك لاسباس. راك شي اسبانيا يعني بعباقره ديال اللعبه ديالها يعني كنقول لك بالبوسيسيون ديالها نص متر يدفع الثمن ديالو. ولكن شفنا يعني الانضباط التكتيكي والفكر ديال المدرب وهذا اللي عطانا واحد الصوره جميله على الكره المغربيه. والان المغرب حنا غاديين في هذا المنوال ودون ان ننسى يعني العنايه الراشده ديال جلاله الملك محمد النصر والله يعني وايده اللي هو الراعي الاول على القطاع الرياضه ويعني هو الاستراتيجيه والرؤيه الاستباقيه ديالو اللي كان الحمد لله المغرب كيجني الثمار ديالها. والحمد لله حنا نتمناو هاد النتائج تبقى يعني استمراريه الخدمه اللي كدار لانه ما خصناش نوقفوا هنايا. وبطبيعة الحال مستمعينا الكرام احنا مواصلين معكم برنامج البطولة مواصلين كذلك مع سي محمد بن شريف. ناخذ واحد الفاصل من بعد غادي نمشيو نتكلموا على المنتخب الاول واللي غادي كتنتظروا مباراة امام منتخب تنزانيا في تصفيات كأس العالم. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شادة اف ام ودائما معنا الاطار الوطني الدولي السابق سي محمد بن شريفة اللي كنشكره على التواصل ديالو معنا ونبقى معنا طيلة هذا الوقت. نستغلوا الفرصة نسولوه كذلك على الفريق الوطني المغربي والمباراة المقبلة امام منتخب تنزانيا. سي محمد كيفاش كتشوف المباراة المقبلة امام تنزانيا؟ كنا غنلعبوا جولة اولى مع اريتريا دابا انا كنسولك على تنزانيا بحكم انه تا الحديث ديال الناس والرأي العام على تحضير الكاس افريقيا للامم المقررة في الكوت ديفوار. انت كيفاش كتشوف هذه المباراة المقبلة امام المنتخب التنزاني في تنزانيا؟ اشوف هو دابا ملي كنقول دابا المغرب ولات معادلة صعبة داخل كرة القدم يعني الافريقية. شفنا يعني في الامس القريب كنلعبوا مع منتخب ديال ساحل العاج كنا كنخسروا مع الكاميرون كنا كنخسروا بارفوا مع يعني المنتخبات اللي كانت ضعيفه كنا كنخسروا معها. الان كل شيء كيتمنى يواجه المغرب. شفنا يعني في المباراه الوديه مع منتخب ساحل العاج شفنا يعني التصريحات ديال المدرب راه تيقول لك راه احسن مدرب في افريقيا احسن منتخب في افريقيا لاعبين كبار وهادشي الحمد لله. شي بين في ارض الواقع. علاش؟ لانه كتلقى اللعبه الحمد لله داكشي اللعبه اللي قاموا به والمجهودات اللي قاموا بها جعلت المغرب عنده واحد كان عندنا ماضي عندنا الماضي كنقولوا في 70 المغرب في الكاس الافريقي ديال 70 بداك الجيل ديال بابا فهمتي ولا لا. دونك دابا حنا كاين واحد الجيل اللي الحمد لله عارف شنو كينتظر وشي زوين. هو عندنا اطار وطني مغربي ملي كنقول لك كادر ماروكان كيفاش كيتكلم بالقلب ديالو بالجوارح ديالو. كيفاش المغرب كيتسناكم كيفاش تسناكم وهذا كيتسناك وهذا كيتسناك اللاعب كيدخل بحال كتبان لي هذيك هذا الماتش صافي هذاك الحياه والموت. كيبان لك اللاعب ملي كتشوف اللاعب كيضحي الجروب كيضحي كيبان الاخر كيتليمينا كيمشي كيدير لاكو ما كاينش الخطا كيدير الخطا الاخر كيدير لاكوريكسيون هذا هو الجروب. راه ملي كتشوف لي ديكلاراسيون ديال الكرادي تيقول لك ان سيليكسيونور راه ما كيختارش اللعابه كيختار لو جروب. لو جروب مهم بزاف وي راه اكو صافي يكون انا نلعب انا راه شنو واحد الوقت مع خالو زيد واحد الوقت زياش وقع له ولكن مع الركراكي كيفاش ولا وباش تقنع زياش وحكيمي لورو ديالهم اوفونزي كيفاش تيكونوا في الفراقي ديالهم كيفاش كيلعبوا وتقنعهم بداك لو بروجي جو يكونوا ديفونسيف وكيفاش يمشيو في لي كونتر. هنا كترفع القبعه علاش كيفاش تقنع اللعاب ولكن اللعاب كيفيق اللعاب خصك تدخل القلب ديالو وتاخذ السويرتات وتعرف كيفاش علاش لاقاش حتى اللعاب ملي كيشوف شكون واقف قدامه
والفكر اللي عنده راه كيحترم. راه شوف الجيل ديال دابا يعني راه ملي كتوقف كيوقف قدامه واقف قدامه ان اونسيان ديال ليكيب ناسيونال يلاه لعب البارح مثلا، هذه غير واحد 10 سنين ولا اكثر يعني ماشي بزاف باش هاد وليد الركراكي كان كيلعب في ليكيب ناسيونال. انا غير بغيت نسولك سي محمد، يعني في هذا الاطار ديال التحفيز قلتي مدرب مغربي وكيهضر مع اللعابه ويمكن راه كاع الناس غيرجعوا للصور ديال كاس العالم الفيستيار الى غير ذلك، واش هاد الشيء باقي صالح لدابا دابا يعني هاد الخطاب هذا هاد التحفيز هذا وانت كتبريباري لواحد لاكوب دافريك؟ يعني ماشي انت اللي غتسنى لي زادفيرسير، لي زادفيرسير اللي كيتسناو كيف قلتي المنتخبات، يعني هاد الاجواء هاد الاتموسفير واش صالح لدابا وحنا كنبريباريو لاكوب دافريك؟ بطبيعة الحال لان هادوك هادوك دي مويان موتيفاسيون، هادوك دي زوتي كتخدم بهم. راه بحال دابا ملي كنقول لك دابا غنقول لك مثلا دابا غادي نقول لك مثلا كيفاش كتبريباري مثلا واحد ان اتليت، تصور كيضرب واحد اربع شهور ولا خمس شهور ولا عام على كورس وحده، خاصك تبريباريه. دابا 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 مثلا دابا هاد 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 الحمد لله ديك الصوره اللي تنقلات مشكورين الاخوان ديال نعم ديال الرياضيه اللي حنا كنستافدوا منها. والحمد لله ماشي غايب على وليد الركراكي، لان هو لو ميم كان واحد النهار كان ديفيزور ملي كان مع الفتح، هذا كتبقى ديك لاديان ديال لونتين كيفاش كينقل، يعني كيهضر بلي زيمونسيون ديالو بالجوارح ديالو كينقل المتطلبات ديال الشعب واش كان كينتظر والمسؤولين. دونك ما عمر ما غادا تغير، غيدير على شي حوايج بيان سير. علاش؟ لانه ضروري غادي تجي حاجه اخرى باش ما كتبقاش تعاود نفس الهضره، غادي مع شي حوايج اخرى. علاش؟ لانك دابا راك وصلتي للقمه، راه ما خصكش تنزل، راسك تزيد لقدام. وي وشي جميل، حنا كنقول وحنا مع وليد الركراكي لانه هو حنا كاطر وطنيه حنا جيت سعداء لانه واحد كيمثل الاطار الوطني شاب ولعب اكس جوار، لعب في المنتخب ولعب في لو نيفو والحمد لله خدا المنتخب وشفنا شنو كيصنع مع المنتخب. حنا لينا حنا كيبقى ديما حنا غادي نبقاو ديما غادي في لو ميم اوبجيكتيف لو ميم بروجي. علاش؟ لان كنشوف ديما القطيره الكره القدم المغربيه هو المنتخب، والمنتخب شفنا الحمد لله اشنو كيعمل دابا. الان دابا تقدر ما تكونش الطريقه ولكن غادي تكون النتيجه كيف ما قال الركراكي. علاش؟ لان كون خرجنا لعبنا مع كرواتيا كنا غادي نخسروا، كون خرجنا لعبنا مع بلجيكا كنا غادي نخسروا، كون خرجنا لعبنا مع اسبانيا كنا غادي نخسروا، كون خرجنا لعبنا مع البرتغال كنا غادي نخسروا. دونك الحمد لله ليسونسيال اللعابه، لانه كاين ان بروجي جو ولا عندنا واحد لاديان ديالنا حنا. دابا ما بقيناش دابا حنا واحد الوقت كنا كناخذوا مثلا من لي زيكول مثلا ليكول اسبانيول ولا ليكول الفرونسيز ولا ليكول مثلا ايطاليا، دابا ولا عندنا حنا ديالنا حنا، عندنا واحد البروجي جو ديالنا حنا. دابا خاص اللي يفكنا حنا الشفره ديالنا حنا كيبريباريو لينا. دونك الركراكي راه واعي بهذه المسؤوليه هذه وعارف شنو كينتظر. علاش؟ لان كعطف دابا اي واحد كيومن النفس انه يفوز على المنتخب المغربي، وكنظن هذه الحمد لله هاد لي جون هادو زعما كنشكرهم بزاف على 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 المستوى ديالهم وعلى القتال ديالهم على القميص الوطني، لانه هاد اللعبه هادو راه خويا منير والمستمعين نعم ديال شادا اف ام، راه واحد الوقت كنا كنقطعوا اصوات باش تمشي الطياره والوطيل وتشوف بلاصون ديال اللعاب وتقنعوا ويشوف لك مع اللعاب وتمشي عند مو باه، راه كلشي ولا باغي يجي. لانه دابا الحمد لله واحد الوقت كنتي باش تلقى لعاب خاصك كنظن انا في 98 شكون اللي كان ديك الساعه كان مصطفى حجي هو اللي كان ديك الساعه اللي كان مصطفى حجي علي الخطابي وكيلي. دابا الحمد لله ولا عندك لي شوا بزاف، تكون عندك لي شوا بزاف هنا كتحط على حسب البروجي جو ديالك انت، كتكون ان سيليكسيون ناسيونال كتقول بون انا غادي نلعب مثلا في افريقيا خاص يكون عندي لو بلون ا هاد اللعابه، عندي لو بلون بي كون بون توش، لو بلون سي يكون عندي مثلا واش غير كيبغى غادي نكون غادي نسد واش غنلعب على لي كونتر، خصني نحط كاع لي سيناريو محتمل نكون حاطها عندي. والحمد لله وليد راه تبارك الله راه كاين مع انستاف ومشكور لانه مع دي زيكس انترناسيونال مع يعني بن محمود ومع امزيل اللي بكل صراحه اللي كيقوم واحد العمل كبير وشي جميل. وهو في ديكلاراسيون ديال الوالد الركراكي يقول بان كنختاروا مع الاستاذ الحمد لله وغادي نهضروا بعضياتنا لانه كاين عمل مشترك بيناتهم. سي محمد بن شريفه انا غنستغل التواجد ديالك مره اخرى، اسمح لي غادي نسولك باغي تجبد ضروري غادي نجبد اخويا
تلعبات البارح مباراة ديال المنتخب الأولمبي في إطار تحضير الألعاب الأولمبية. سيفري لي ديتاي ديال المباراة غادي نتكلموا عليها في الساعة الثانية مع فخر الدين في البرنامج. ولكن انت بغيت نسولك سي محمد على واحد لا جينيراسيون ديال دي جوار اولمبيك مواليد 2001. كنهضر على مبارك هدي موهوب مبارك منتصر اشرف رمزي وي مهدي مهدي بن عبيد لا بن عبيد لا بن عبيد ما كانش معاهم لا لا كان في الاول كان في الاول كان في الاول ولكن هادو 2001 ما كانش معاهم وقبل منهم فهاد الاخر فهادي ديال 2001 يعني هاد لا جينيراسيون ديال الجوار اولمبيك اشنو اللي وقع انت تقريبا من بزاف منهم زيد لهم تحيمود في الوداد اشنو اللي وقع حتى هاد اللعابه هادو ما يعني ما سيروش ما قدروش انهم ياخذوا بلاصه خنوس ياخذوا بلاصه سيباري ياخذوا بلاصه زلزولي ياخذوا بلاصه واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي جايين من اوروبا اشنو اللي وقع سي محمد وشوف هو هاد الفئه هادي راه حساسه جدا لان ما نقولوا الاي 21 يعني الاولمبي يعني بين قوسين نصحوا يعني المباراه اللي نهزموا فيها بالنسبه لي انا عادي لما واحد خاصني يكون احسن مني ونخسر معاه ونصلح لا كوريكس ندير لا كوريكسيون ديال الاخطاء فين كان عندي البروبليم لا اونيفو ديفونسيف لا اونيفو اوفونسيف رينو انا غادي نلعب يعني نلعب اولمبيه بالنسبه لي انا لعب ما خصهم احسن مني ونخسر ونصحح الاخطاء ديالي احسن ما نلعب منتخبات فور ان نكون انا فور عليها ونربحها ومن وصل الالعاب الاولمبيه ما ندير حتى شي حاجه بالعكس نمشي معاك لهاد السؤال اللي طرحتي يا خويا منير دابا في مراحل التكوين كاينه لا بريفورماسيون كاينه لا فورماسيون كاين لو بوست فورماسيون دابا بالنسبه لهاد الوليدات هادو ديال هاد 2001 ديال الاولمبي جبتي بلال الخنوس بلال الخنوس فين كيلعب اوكي بلال الخنوس كيلعب في بلجيكا دابا بلجيكا دونك بلال الخنوس لاج ديالو يعني في لو بوست هو كيلعب فرقه كبيره كنعرفوا الدوري البلجيكي من الدوريات اللي كتعتمد على وي ولكن راه ما نقارنش عاوتاني هذا مع اللعابه اللي قلت لك وشوف دابا شوف دابا لان واحد الوقت كنقولوا واحد الوقت وقع واحد لو باساج علاش واحد لو باساج فيد يمكن كتعرفوا واحد الوقت كانوا مع زكريا بوكلوما كانوا مع في الايفا يعني من سوء الحظ ديالهم ان ما كانش واحد المواكبة لهم لأن كتعرف لأنه لو جون اللي كيوصل مثلا كيطلع مثلا اللي كيتكون في الفرقة أنا نقولوا مثلا فتح يعني كي بريفيرونس اللي كتلاعب لي جون كذلك يعني فريق ديال اتحاد التواردة اللي هو مشكورين المسؤولين ديالو على إعطاء الفرصة لي جون وشفنا يعني دي جون اللي كيلعبوا تبارك الله في التواردة يعني ودايور هي راه نفس الفلسفة بين الفتح واتحاد التواردة تقريبا نفس الفلسفة علاش لان المسؤولين كيفهموا لان مثلا كاين ديك اللي كيلعبوا على البوديوم وانا كواصاصير انا نجيب اللعابه مثلا بواحد السويله ماليه ونتقل الكاهل ديال الفريق وما غنلعب على حتى شي حاجه اللهم نكون اللعابه ونبيعهم كيف مشان ديال الفتح وتوارقه واللي انا خدامي في هذا المنوال هذا وكذلك الان اللي غادي هي اللي بكل صراحه غادي يعني نهبط بركان يعني في واحد الزياره ديال الملعب ديال بركان مؤخرا يعني بكل صراحه لا يعني غادي يحرج الفروق الكبيره في المغرب في التكوين وفي كل صراحه غادي واحد المشروع كبير جدا وتم انتداب يعني مؤطرين اللي بكل صراحه اللي عندهم لي كريتير ديال جابو ديمبا ومعهم اسماعيل الزيدي وعلاء المسكينين اللي كانوا في الفتح يعني غادي بواحد العمل كبير كاين بروجي اللي غادي ان شاء الله غادي يكونوا لعبه يكون لا بالنسبه للمنتخبات ولا بالنسبه للفريق الاول دونك كما قلت لك ديك يعني داك المواكبه لهذاك لو جون لان ملي كيكون ملي الفتح علاش كانوا كيلعبوا مثلا بيتي مبارك موهوب دابا هادو فين كيلعبوا في الفتح مبارك راه كيلعب في الرجاء موهوب راه كيلعب في الرجاء منتصر راه كيلعب في الوداد يعني اسامه الراوي راه كان غادي كان في المحمديه كنظن الان لا هو لا اشرف رمزي اللي كانوا ما بقوش محمديه اللي كتعرف المسائل الماديه هذا موضوع اخر بلا ما نفتحوا القف ديال موضوع اخر هذا النقاش لانه مع كامل الاسف يعني هذاك لان
شوف سي مونير، اليد الواحده لا تصفق، يعني هو اليد الواحده لا تصفق، ونتمنى انها تولي تصفق من بعد. تحياتي لك سي محمد، شكرا لك، انت معنا في هذه الدردشه الجميله، ونتمنى ان شاء الله نلقاوك في فرصه اخرى مقبله. تحيه لك سي محمد. اخويا كنسقى اخويا مونير، تحيه لخويا فخر الدين، توحشوا مو بالله شحال ديما السوق، كنعيط له مره مره، الاخ ديالنا الكبير ديما تنستصلوا معه تنهضروا معه في كل صغيره كبيره، الله يطول في العمر ديالو، كنتمنى له يعني الصحه والعافيه ان شاء الله، لا هو لا وليداته ان شاء الله تعالى، والزوجه ديالو والاخوان ديالو ان شاء الله. تحيه لك سي محمد بن شريفه، الاطار الوطني والدولي مرحبا. السابق، شكرا لك. ومستمعينا الكرام، نلتقي في الساعه الثانيه من برنامج البطوله ان شاء الله، في تحليل لمجموعه من المجريات، وخاصة المنتخب الأولمبي اللي انهزم البارح في مباراة ودية أمام منتخب الدنمارك 3-0. مستمعينا الكرام، نجدد التحية والترحاب بكم في الجزء الثاني من برنامج البطولة، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والتواب. تحياتي، تقبل الله صلاة الجميع. أمين نينا وليك وجميع المسلمين والمسلمات. ونجد التحية والترحاب إيمان. تحية لك منير، وجمعة مباركة. والله كيسلم عليك بن شريفة، سمعتي كيحيي والعائلة كلها. قال هو حتى علاش راه كيعرف الخوت وكيعرف محمد بن شريفة. زيدوا على ذاك الجيل اللي إوا شوف أحسن حاجة تنقولها لهم أنايا، دابا طيرت أنا جي من الجامع، شكون اللي كنضحك أنا ويا عماد بن الشيخ. الله الله قال يا سير انا كنتسناك. هادو دراري بحال خوتك صغار متابات، والله العظيم كنحسبهم انا دائما. اجي التدريب ديال هاد الدراري زوين، واش سهل ولا صعيب؟ صعيب وسهل. صعيب الى بغيتي دير راسك زعما انت راك مدرب. لو شوا لو شوا خصك تتعامل معاهم كمدرب، او ميم طون كواحد اللي كيعطيك كيفيد. انا غنفيدك اكثر ما غادي التدريب. تبارك الله، شكون تهز شكون تخلي؟ حيت لا تصنطي في واحد الوقيته من الاوقات، راه الا قدرتي تدخل خرجتي دوك اللعاب اللي دازوا، وانت قلتيها كنت كنلقى صعوبه انايا، وانا ديما نقولها صعوبه باش يكون عندك العلاوي ويكون عندك اجدو. لا كنهضر على هادو اللي قبل منهم، هادو بن شريفه هما اللي صحاب 2011 2000 فوالا، كان بن شريفه شريفه مديحي ربيع العفوي فيصل باقي معهم، وقيله ابرامي الرتباوي الله يرحمه الله يرحمه، ايميرسون ايميرسون، واحد العدد كبير ديال لي جينيراسيون اللي دوزنا في الوداد. ولكن تبارك الله الصامي، انا ملي كتقول لي خيره اللاعبين دازوا في فريق الوداد، وصراحه الحمد لله انا كنحييهم وكنشكرهم وكنقول لهم يعني دوزنا لحظات جميله، واللي زوين ما عمري ما كان عندي شي عراك مع شي واحد. فهمتيني؟ جامي جامي، مره وحده مع داخل مع ياجور خرج وما بقاش، ودار واحد محسن تحيه ليه، دار واحد لوجيس شويه ماشي هو هذاك خارج على الاطار، والله ما نكذب عليك، ودخلنا جا هو حسبها على انه عاديه، ومن اجى نهار الثلاثاء قلت له يا ودي ما عاديه غادي تريح. لا قلت له شوف هذا، قلت له محسن واش انت زعما جاي نيت باغي تريني زعما عادي عندك هذا الشيء؟ حتى انا عندي واحد القضيه، كانت عندي واحد الصرامه وميم طون ظريف وميم طون قبيح من ناحيه يعني الاحترام والاخلاق وداك الشيء، وفعلا والحمد لله كان لويسي ونادر مياغري وبزاف ديال الدراري اللي جاو عندي وقالوا لي يعني فهمتي الامور، عطيناه واحد ثلاث ايام ولا اربع ايام، ومن بعد منين جا اش قال لي والله العظيم، قال لي ودي اش غنقول لك اخويا فخر الدين، قال لي ندمت واحد الندمه وما نعتش، قال لي وميم طون لقيت مشكل مع العائله، هذا اللي زوين، لقى المشكل مع العائله ديالو، قال لي اش بينك وبين هذاك السيد توصل معاه يعني صافي خرجتي سير، وهي خصك لابد ما تضبط الامور ديالك، هذه من المسائل اللي كانت خصها تكون. عاد زيد عليهم جنوب الصحراء اللي تا هما كنت كان عندي معهم واحد الطريقه ديال العمل، عندك ساعه باسكال 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 وفابريس وميتيس، الله الله لا لا ميتيس لا 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 ميتيس ميتيس وما ادراك ميتيس وما ادراك ما ميتيس الوداد ليس ميتيس داكشي، وغادي تشوف الفينال اللي لعبنا فاش دينا بطوله راه كان في لوبون، ما عرفتش علاش ما بقاوش عندنا كان في لوبون جوار هادو كانوا وكتجيب لك الكثره وشايط الخير، هادو كنت كنلقى معاهم مشكل من ناحيتاش داك ديال هذاك تنتعامل معاه بالكره، تنقول ليش تدير لي انا اكو انا ما تهضرش معايا كمدرب، اجي تهضر معايا قول لي شكون هو هذا اللي واقف حداك، يمكن هما ما قالوهاش لك ليه في الاداره،
ايوا نقول لك على القضيه، انا غادي نحشم نقول لك تعامل معايا بالكره، حيت كيكون عندك شويه ديال اييه راه شويه وما راه انت وزهرك وانت وزهرك مع المدرب كوسو كوسو جون جاك كوسو جون جاك كوسو كوسو. انا نعطي واحد الايمان عاوتاني لهاد اللعاب هذا، راه الوداد راه تبارك الله وصل عليه. صحيح. راه ملي كتقول ايميرسون انا والله العادي دابا ملي كتهضر معايا بحال هكا بحال كتجبد ليا جبتي ليا جون جاك كوسو كوسو كان جا راه خاص هاد الوليدات يرجعوا للور ويشوفوا شكون. تحيه لرشيد طورين والله العادي ماشي حيت هو ارشيف ديال ارشيف كيعطيك تبارك الله وصل على النبي. انا عزيز عليا هذه النوعيه ديال الناس. الوداد شكون هما اللي كانوا فيها؟ راه الا شتي شي واحد كيتخلق دابا ما تلوموش، راه شاف واحد طينه من اللاعبين. هاي ايمان دابا كتقولها كتقول لك فين هما هاد اللاعبين؟ شفت هاد الاسماء هادو راه هادو راه جاو بثمن رخيص وعطاو بزاف كاع. علاش جبتي معايا؟ راه كنت كنتعذب منير ولكن اون ميم طون والله الا دوزت معاهم شوف بن شريف وبن الشيخ فين داون هذا الحمد لله. شوف ملي ما تدارش مع فلاح وما تدارش مع بن شريفه وما تدارش مع بديحي وما تدارش مع البرازي سمعتيني وهدار لا كنقول لك الحمد لله هادو كاع ناس اللي ما فهمتي، ولكن كانت الاداب اداب والاحترام وعارفين شكون كيعتبروك من غير المدرب الاخ الاكبر ديالهم اونسيان جوور ديال الوداد. ولكن انت خص تكون عاوتاني النية عندك مزيانه. ضابط الامور ديالك. اذا ما غتلعب شي واحد راك ما ظلمتيش. لا ما نظلموش ونقدر نوجدك كاع نمشي معاك بعيد باش من راني ما محتاجكش في هذا الماتش. راه هذا الماتش تقدر تكون جالس ولكن انا محتاجك في دوزان ميطون والله العظيم ما كاين حتى شي مشكل. ما يمكنش تقول لي مثلا لا راه انت شوف وجد راسك وانت عارف راسك ما تلعبش. لا شوف انا ضد نجي ونحقر على شي لعاب لله في سبيل الله وتظلموا وحيت واحد ما قادرش انت تهضر معاه كتحقر على الاخر. على الاخر لا بالعكس سواسيه هو كيقول لك هذاك المايو اللي غادي يسردو واللي غادي يستحقو. وكان عندي واحد المبادئ تنقول لك بحال دابا التوني غادي نعطيه لك الا ما سردتيش غتكز في التوش، ومن بعد ملي غادي تدخل من لوبون وما تعطيش غادي تطلع لي كرانا باش كتخلي هذاك اللي الفوق ينزل هو يشوف الحظ ديالو فين كاين. وي سي كوم سا هذه الحياه. وهي غدا انا قبل ما نمشي صراحه بغيت نناقش موضوع المنتخب الاولمبي والهزيمه ديالو مع الدنمارك البارح 3-0. وباش من انت هذا المنتخب لا انا تابعوا عتبني انت انا نخليك انت وايمان لا 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 انت غتقول لي لا لا انت والشرع انا معك بالله والشرع منير والديكلاراسيون ديال الشرعي اللي الشرعيه كون الشرعي عصام الشرعي عصام الشرعي اللي كانت انا بعدا بالنسبه لي مفاجئه. علاش نعطيك في خاطري شنو قال؟ اش قال؟ ولاش انت انا ما سمعتش ولا ما عطيتيناش. قال لك هو استفاد من الدنمارك وراه اللي قلنا وشنو اللي استفاد من هذا المنتخب هذا؟ هذيك ليفيكاسيتي اوفونسيف اللي ما عندناش حنايا. هل تعلمون انه منتخب الدنمارك قل من 21 سنه ماشي 23؟ لعبوا معك الفريخات بالعكس ما يرضى عليك. اوكي الا اشتراك شتي تبارك الله لي كاباري احترمي الفرح مش لونسيتي احترمي الفرح. انا غير باش نبين شوف ماشي كننتظروا نتيجه بحال هكا كيقول لك في الدوره باش حنا راه داك الشيء اللي كنا كنناقشوا هذه عام ونص. انت كتناقش غير عام ونص غياب اللاعبين الاساسيين وكيفاش التحضير وكيفاش جا داك العزله ديال اللاعبين. هذا غير مشكل لحظه ديال غارديان بي ديال لوكسمبور انت خايف ستراسبورغ حقك منير لوكسمبورغ ستراسبورغ فرانكبورغ وكيبان لك راه ما كاينش تجانس. ارضي عليك ما شوف الامور خصها تمشي بواحد الجديه. انت كتناقش واحد الكونتوني ولا كتناقش واحد السيروره ديال واحد المنتخب اللي هو مقبل على المشاركه في اولمبياد واللي غتلقى فيها هذا الشكل ديال الدنمارك وهذا الشكل اللي غتعرف لا بيان سير كثر. انا راه كنشوف فرنسا دابا مع تيري اونري انا نقول لك واحد القضيه وصلوا على انهم كيفاش اللعابه كيتكلموا عليه. انا غنعطيك واحد القضيه دابيتيود كانوا لي زونترور كيكونوا عندهم ما معروفينش. اليوم اللعابه ديال فرنسا ديك كتعطيه الميكرو اون فوا تيهضر على فرنسا تيهضر على تيري اونري يحصل ليا شرف كيقول لك انا كنتريني مع هذا السيد وكيفاش كيهضر معنا باسكو فيها تيري اونري ليكسبيريونس يدوز في ليكيب نيسيونال من الصغر حتى الكبر كيوصل ذاك لا كاتيجوري داج ديال تيري اونري راه هو عاد يهضر مزيان هو السكيتيوي هو راه نفس الفئه العمريه راه لعبوا ضد بعضياتهم فوالا. انا اللي كيبقى فيا الحال فخر الدين هو ملي تعنات لا ليست
شي وحدين سامحهم الله خرجوا التصاور ديال ديك لا ليست. Enfin, on a assuré l'espoir du football national. Où j'ai dit Smiat, Hadaf PSG. Tu vas jamais assurer le football national. Rah, Muntakhab Olympi, la yata'assas ala Smiat. لا يتأسس على لا فيترين. دايوغ شفتي موني المقابله البارح ما كيبانش لك داك لوطوماتيزم مع بعضياتهم بعدا. دايوغ دوك لي تخوا بوت اللي داروا كلهم من اخطاء دفاعيه مع اش غتخدم هاد لي زوطوماتيزم وانت كتخرج دابا مولير تيقول لك انت كلش اشاك فوا دابا كدير ديزابيل كيمشيو لك لعابه كيديهم لك ليكيب ا ما كاينش راه مقبل كوب دافريك جو سي قلتي عقلتي شي غادي شي جاي شي ما كاينش واش غتبقى غادي في نفس نظمتي كوب دافريك لا 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 الله يرحمك وبلاتي منير الله يرحمك راه ما خليتينيش نكمل ما خليتينيش نكمل فوالا الله يرضي عليك نظمتي كوب دافريك عرفتي انا عندك ماتشات في البريمير تور وعندك في الكارت فينال وعندك دومي فينال فينال ودايز جمعتي وانت دايز طلع علينا شفنا واش حنا لاباس باش ما يفهموناش الناس غلط جمعتي داكشي اللي قسم الله ديال اللعابه بداو ليك الغرض هذيك الساعه الزلزولي ديال هذيك الساعه والخنوز ديال هذيك الساعه والسيباري ديال هذيك الساعه ولكن قلناها وعاودناها واخا دينا الكان راه منتخب ما مبنيش على الصح هو البرومي ماتش ديالو دوزيام ما عرفناش اش وقع الله يرحم مصطفى مديح الله يرحم سعيد الخيضر والله يذكروا بخير فتحي جمال هادو اللي دوزوا منتخبات اولمبيا ولكن كنتي كانت قاعده فيها 50 60 لعاب ما عمرك ما كتحير في الغيابات ما عمرك ما كتحير في التنافسيه مشى قادوري جا تجدين مشى جا بوشروان مشى جا شمس الدين جنابي مشى شي غادي شي جاي كاينه الوفره كاينه قاعده هنا ولينا كنقولوا راه منتخب اولمبي لا راحيت دوك الخمسه اللي كيعيط عليهم وليد الركراكي في ليكيب بريمير ما كاينينش لا ما نهضر على لي لوكو دوك 2001 اللي هنايا اللي كان الله بهم واللي حتى هما كيتحملوا المسؤوليه اشرف رمزي واسامه الراوي ومبارك ومنتصر الحتيمي ودوك اللي كانوا في هاد لا جينيراسيون عبد الله حيمود هاد المنتخب الاولمبي الا كنتو كتهضروا شحال هادي على اون ميداي اولمبيك ميداي اولمبيك راه ماشي بالفم ما ساهلاش وعندكم يربحوا ماتش جاي الماتش اميكال وتقولوا لا هما ثاني راه منتخب ما مبنيش على الصح والله ما مبني على الصح دونك حنا غاديين كنقدروا واللي جات مرحبا ناخذ واحد الفاصل سير فاصل ثم نعود مستمعينا الكرام والرقم الهاتفي للتواصل 0522 36 0536. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شادا اف ام. تحية للأصدقاء والمتتبعين. العبداتي قال لك الشرعي والبحري وجهون لعملة واحد. والبحري خليها خويا في هذاك لاعب يقلب على الشرعي فوالا مع الاحترام ليه أنا ما غاديش نهضر على الطريق ديالو واحد اونترينور وواحد جوار راه حنا ما غاديش في الطريق الصحيح وباش نعاود ناكدها حنا ماشي تال دابا عاد راكبين على الموجه حنا راه من قبل لاكوب دافريك هذا هو الخطاب ديالنا انه منتخب ما مبنيش على الصح وشي حاجه اللي ما مبنياش على الصح راه معرضه انها تريب في اي لحظه 0522 36 05 36. نقرا بعض التعليقات سياسير ولكن هاد لي زافريكان سي فخر الدين ما كاينش بلاصتهم في اوروب ما عندهمش النيفو ديال الريال ولا البارسا على من كتهضر سياسير على من كتهضر يمكن جبد لي جوار اللي كانوا في الوداد حيت كنا كنهضروا على هاد لي زيترونجي اللي كانوا عندنا انا تنقول لي بانهم الكاليتي كانت عندهم مزيانه انا باش انا نقدر نقسم الكاليتي ديال موسانداو لا في التهديف خصو يعرف بانه على ان المحترفين اللي كنتكلموا عليهم في هذيك الوقيته محترفين كانوا كيجيو بثمن رخيص وانا باش وهادو اللي كيهضر عليهم هو ديال ريال مدريد وديال برشلونه وديال هادو واحد لا كاليتي كتجي من لي زيكول ما كتخلطش غا هكاك ما كياخذوش هما من فريق عادي كيلعب في البطوله الافريقيه ولا لا كيكون ديجا عنده ناسيوناليتي واقيلا كاع ديال الدنمارك ولا ديال الالمان ولا هذا عاد باش كيشريو ثم هاد الاجانب انا يكفي هذا لوكاكو لوكاكو تلقى عنده اصول من فوالا. من الكونغو الديمقراطيه راه كيما دابا حنا عطينا واحد شكل ما يقارنش هو
هذا الشيء اللي كان مع لا وانت كفريق مغربي ملي غتجيب اجنبي راه غتبغي بدا يدير معاك لا ديفيرونس انت فوالا ما كيهمكش واش غيكون صالح لوروب ولا شي حاجه. النقطه هذه اللي انا قلت لفخر الدين ولينا دابا ما بقاتش ان في هذه البطوله هذه يعني في هذه المواسم الاخيره هو ديك ليفيكاسيتي ديال هاد اللاعبين فوالا يعني انت جايب اجنبي باش يدير لك لو بلاص. واحد العدد كبير سمحتي لي قاطعتك واحد العدد كبير منهم تيكسروا بلاصهم في الفرق. هذا الشيء دابا في السنوات الاخيره خطيره هذه القضيه هذه. رشيد صاحب البنزر تيعاود موفقا اهلا السلام عليكم سي منير. ماذا يحدث داخل القلعه الحمراء؟ عوده شيخ المدربين فوز البنزر اصبحت ضروره ملحه لقد طفح الكيل. اي 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 اخبرتها سي رشيد. السلام عليكم. شو الدار البيضاء؟ شو مدينه الدار البيضاء؟ شكون معنا؟ سي احمد. سي احمد من مدينه الدار البيضاء، مرحبا سي احمد. السلام عليكم خويا منير الأبري. محمد سي محمد من الدار البيضاء، مرحبا. كنحيي خويا منير الأبري، كنحيي الاخت ايمان والاخت زين، وكنحيي الاخ فرد الدين بزاف. الله يبارك اسمع دارتك احمد سير. لا محمد قصاتك واحد الطريف. اميمه الله يحفظها. شوف قصاتك واحد الطريف، حنا غنزيدوه لك ان شاء الله. الله يحفظك خويا. مرحبا سي محمد. حنا من الجهه ديال سوس ما كنسموش محمد ولا ما كنسموش، حنا في المنطقه ديال سوس كنسموه محمد. مرحبا سي محمد. الله يحفظك يا خويا منير الأبري. غير بغيت نتكلم وكنحيي الاخت ايمان، راه كانت متالقه هذه اليومين هذه. شكرا لك. انت متالقه بزاف والله من القلب ديالي كنقول لك، وراه كنعاود نقولها لك، راه انت بحالك بحال دنيا سراج. شكرا لك. يا راديو مارس. شكرا لك. تقريبا بحالك بحالها بزاف، وكنحييك اختي. توكل على الله سي محمد. خويا منير الأبري. نعم سي نعم. توكل على الله توكل على الله توكل على الله. لا والله ما شي دنيا سراج يا راديو مارس. انا معاك يا ابني. توكل على الله. الله يهديك. انا ما بقاش لك الوقت. انا ما بقاش لك الوقت. ما ارضي عليك. لا شوف خويا منير الأبري حقيقة الله يرحمك الا ما دخل في الموضوع. انا نقول خويا ندوي على المنتخب، ندوي خويا على المنتخب المغربي. هنا واحد فيهم راه بزاف ديال المنتخبات. لا سي محمد سي محمد عام اخويا. إيه إيه غتهضر عليها؟ لا إيه مش على ويه انت تهضر على ما عرفتش على اي 30. لا اسواسون. لا رجع لك هذاك اسواسون راه ديالك تفرادي ومارس بيتهم. لا فتيها انا كنت درت انا كتروفان اسواسون اسواسون مزيان. خلينا نعم اخويا شوف راه لا المنتخب ديال وليد الكراكي باش ما نكذبوش اييه، ولا هذا ديال الشرعي ولا هذو اللي كاينين دابا في اندونيسيا اييه، راه حتى واحد باش ما نكذبوش راه ما كيطمئنوش ثلاثه ما كيطمئنونيش انا. حيت انا شفت المنتخب المغربي، حيت انا دابا سمعت بن شريفه وكلامه انا ما دخلش كلامه استفزني، راه ما قالت حتى شي كلمه ما قالتش. علاش استفزك؟ نقول لك علاش هذاك رايه. انا المنتخب المغربي هذاك رايه كاس العالم في قطر راه ماشي ديك الطريقه باش كنلعبوا. المقابلات كلهم كنتي راجع اللور. راه ماشي الطريقه هذيك ديال اللعب ديالنا حنايا. رسول فخر الدين اللي كان كنلعب كيدير. اسمع محمد. نعم اخويا. ما يرضي عليك وما تقلقش عليا. شوف منين شي واحد عنده شي مداخله هذاك راه كيبقى راي ديالو. راي ديالو السي محمد. وانت دابا انت في الراديو المهم راي ديالو ما قنعنيش وغير صمتي. فوالا لا غتقول انا ردا. لا رايو يحترم ولكن انا انت دابا تقول راي ديالك السي محمد. انت راه عيط شي واحد من موراك يقول راي ديالك. شي المنتخب انا شفتو مع الكافير وشفتو مع جنوب افريقيا وشفتو كذلك حتى مع هذه الفرقه يلعبوا معنا البنين ولا سميتها يلعبوا مع اخر ليبيريا. راه اخر ما كيقنعنيش هذاك المنتخب. نقول صراحه راه حنا دابا غير حنا كنتعاطفوا معاه باش كنتعاطفوا معاه كمنتخب ديال بنادم ولكن ما كيقنعش. ونرجع لك المنتخب ديال هذا ديال 23 راه لعبوا مع منتخب الدنمارك راه ديال 20 عام 21 قال منير قال 21 وشي درس عطاهم ديال كره القدم. شي درس عطاهم في كره القدم. وهذاك الحارس اللي كيحبس المنتخب المغربي طروازيام جول ديال ستراسبورغ. طروازيام جول ما داريش التكوين ديالنا وفينا وحنايا. وتراه انا نعطيك سؤال دابا وطرحه سعيد. قال لي اعطيني شي حارس 2001 يعني سيليكسيونابل كيلعب في بريمير ديفيزيون ولا الدوزيام. راه ما كاين حتى واحد. وهذا راه طروازيام جول ديال ستراسبورغ. واش حنا ما بقاش عندنا الجول؟ فينا هما؟ انا اعطيني سميه دابا يلا. وفينا هما؟ ما داريش التكوين وفينا هما داريك باقي لنا حنايا. هذا سؤال. كاين رشيد غانم ميرون بلاصون في الفتح ورضا اسمه كيلعب مره في توارقه. تهضر على مدارس التكوين والمدارس القرايه دابا راه واقفين. قاعد مدارس التكوين. شوف خويا فخر الدين. انا كنتضامن مع الاساتذه في الاضراب كنتضامن معاهم. دابا مشيتي رجع. انا نقول لك واحد رجع سي محمد رجع. انا رجع. نقول لك خويا غير ديال هذاك اللاعب اللي جابوه مامادو سفيان. سفيان ديوب.
هذاك راه ملي كان تيتيلار في مونبولي ولا ماتش موناكو راه ما بغاش يلعب مع المنتخب المغربي. اييه روح ما بغى يلعب باش دابا ولا لو بلاصه. صح عندك الحق. دابا من ولا رون بلاصو عاد قال لهم بغيت نلعب مع المغرب. واش داك المدرب ديال السينيغال سميتو اليوسيسي؟ اليوسيسي والله ما هضر معاه. حيت سولت السينيغال كويري هنا في المغرب قال لي والله ما هضر معاه. قال لي ما تصروش ما قالش لي تلعب معنا. قال لي حيت اللعابه ديال السينيغال كويري ما غاديش يغوتوا على هذاك. وسولت السينيغال اقسم وراك عارفهم في خرب ديال السينيغال كويري كيلعبوا كنتلاقى بهم انا دائما يوميا. قال لي والله اليو ديال بحال هكا. قال لي والله ما هضر معاه ولا تصرو ولا شي حاجه. انت واحد القضيه خسرف المنتخب السينيغالي راك تعرفو تبارك الله راه كيتصرف لا وعندو واحد كاينه الوفره وفره كاينه كما قال مونيا وغير واحد القضيه اخرى باش نتكلم غير اكرم راه كان جاب لنا لعابه واعره جاب لنا مويتيس جاب لنا فابريس اونداما جاب لنا ايبونا جاب لنا بوبلي اونديرسون راه كان كيجيب لعاب هذاك الشيء مسكين ما شافش مع النتائج والله اذا كان رايح في المستوى وكنشكركم كنشكركم اخويا السي محمد شكرا لك السي محمد عرف السي محمد اللي كنتي كتهضر معاه راه خصك شوف خصك ترد البال راه تمشي حتى تقول شي حاجه في شي موضوع اخر يمشي لا لا شويه كان انا مع الاسف راه بحال داك بحال داك التيو ديال الميلاد مع الاساتذه ولكن دابا هذا الخلام اكرم ما فهمتش تحيه لك السي محمد تحيه لك سي منير تحيه لكم من حدا مسجد الطاهري تحيه ليه قال لك قول لفخر الدين واش مخاصم مع هاد البلاصه راه توحشنا يجي يزورنا محبه لله فاش اييه في بورغون واش شارع المكناس انا ما عرفتش انا البلاصه سميتها. مباريات نارية اليوم في التصفيات الأوروبية إيطاليا تواجه مقدونيا صدام ناري بين بولونيا وتشيك مواجهة حارقة بين الدنمارك البرتغال وليتوانيا لا ما تفرجتش البارح كانوا روندو كي مارك أنا تفرجت في إيه باش نقول لك أنا تفرجت في الجزائر والصومال سعداتك 3-1 في لقيتهم تفرجت في الجزائر 3-1 فوز الجزائر والله العظيم تحية من هنا للمدرب المغربي رشيد لوستيك أشنو بهذيك السداجة الصوماليين راه غير ماركة واحد بيت على راسهم في الأول شوف خا تقول لي اللي قلتيها أنا عارف شنو تقصد غادي نبقى ديما غنربحك أنايا أنا حيت عندي السلاح شي حاجة اللي نورمال إيمان عندك أكثر من سلاح توفري على لعابة اليوم عندهم خبرة وتعيا ما توقف لي غادي نربحك وصحابك القطريين 8-1 خسروا مع أفغانستان نربحوا والحسين عموتة مع المنتخب الأردني الدقيقة 88 كيتمارك عليه البيت والدقيقة 90 كيماركيو التعادل خرجوا بواحد لواحد مع طاجيكستان ودابا الناس غاضبين تما في الأردن قال لك ضيعوا نقاط الانتصار أمام طاجيكستان تصفيات لكأس العالم عرفتي علاش تيضربوا حساب كي قلتي نتايا شكون المنتخب اللي نقدروا نديهم عنده واحد 6 نقاط على روتو هل يفرض بعض اللاعبين كزياش هل يفرض كزياش على المدرب ولماذا ياسين بوغابا شوف صريح ديال وليد الركراكي قال لك انا اللي مسؤول على لي شوا دونك هو اللي مسؤول على لي شوا مواجهه ممتعه حاليا بين ليبيا واسواتيني واستمرار غياب حمد الهوني عن المنتخب الليبي ايوا السلام عليكم جمعة مباركة بغيت نعرف الرأي ديال فخر الدين في التصريح ديال المحرز اللي قال انا صفوان حمادة سمعت الا سعفتيني انا اللي كنستحق اجي نقول لك اجي نقول اسمي السيد صفوان تحية لك خويا صفوان ما شوف رأي واحد يكتب هذاك الشيء كيهمه هو قال انا نستحقها وانا ندير ما قالش شي اسمي ما قالت عيب ما منير خصنا راه ما واحد قالي راه قال ما قال والو راه قريت قال لك انا ديت كوب دوروب وديت انتر تشامبيونز ليغ وانا هذا نقدر انا كابونو وبونو ما غيديرهاش لا انا كابونو كندير وصلت لدومي فينال ديال كوب ديال موند واحد اخر عطيني من المرشحين انا ديت ودرت فعلت انا ديت حاجه لي حاجه عاديه بلا ما نمشيو لالمانيا نمشيو لالمانيا مرحبا سيدي دينا معك لالمانيا سي عادل من المانيا مرحبا سي عادل سيموني السلام عليكم وعليكم السلام فخر الدين للايمان سعادل سعادل باش ما يتقلقوش على الناس حاول تكون موجز كنتي معنا البارح يلاه بغيت سميتك عرفتي علاش دابا ولات عندي واحد الخط ديغات معاكم ويلا غير بإيجاز باش ما يتقلقوش علينا الناس نقلب عليك تنشوف ودخلني الشك فلتي وقلت لك كل شي واحد هذا غير يلا مرحبا بك السعادل واخا بالنسبه هلا غادي دير تكميل ديال البارح فوالا راه كل مره كنحاول ندير تكمل يلا زيد بالنسبه للكره المغربيه لا نخفي ان الكره المغربيه زعما في السنوات الاخيره دارت واحد الانجازات كبيره ولكن هادشي ما خصوش يخلينا نغطيو على الكره المغربيه كيفاش دايره لتحت دابا بالنسبه لي انا الكره المغربيه بحال شي واحد مثلا مريض مسكين قرب يموت فعاد ما نديو للسبيطار نداويو باش يولي صحيح كنمشيو نشريو ليه واحد المكنه ديال الذهب وكنشريو ليه لي ماركدوليكس فهمتي الله يعطيك الصحه دابا راه حنا وصلنا
وصلنا في كوب دي موند الدومي فينال وحققنا بزاف ديال الانجازات. ولكن ملي كنسمع السي حسن حرمه الله اللي كان زار في راديو مارس كنوجهو ماشي البارح كان هذه 3 ايام باش كان في راديو مارس كل البارحه كان في راديو مارس كنوجد من هنا كذلك تحيه خوتنا في راديو مارس بالاخص ايوب البصري على العمل اللي كيقوم به. والسي حسن حرمه الله قال بزاف ديال الحوايج اللي مهمين، مثلا ان هذه القضيه ديال الفلوس اللي كيجيو زعما الاباء ديال العاب فاش كيجيو يبغوا يخلصوا في التيران ديال الدراري ديال الفلوس ديال ليكول ديال المدرسه ديال ليكول كيفاش طريقه التعامل معاه. كيجيني دابا ملي نسمع داك الشيء صراحه تصدمت انا، حتى شي يعني هاول واحد الدرجه خطيره. هذا الشيء ما خصوش يكون بحال هكا. الاحتراف كيبدا هنا ماشي كيبدا دابا حنا بغينا نديروا الاحتراف شنو درنا؟ مشينا شدينا اللعبه عطينا لهم الصاليرات مفرقعين، ماشي هذا هو الاحتراف. الاحتراف هو اننا نديروا واحد المنظومه اللي نقدروا نعيشوا بها واحد المده كبيره. نعم شكرا لك سي عادل. يكون شكرا. السلام عليكم. تحيه لك عادل. شكرا مرحبا بك اخويا في مناسبات اخرى، غير باش الاشاره باش ما يتقلقوش الناس، لان شحال من واحد من المقابل يمكن شد لك الرقم انت البارح واليوم، ولكن واحد اخر غيقول لك انا شحال وانا مده هذه صفري كيقولوا علينا. غير للتوضيح في واحد النقطه عاوتاني، حنا راه ما ضد حتى شي واحد، غير هو ديك الجمله ديال صفري راه داروا بزاف الحوايج كانوا انجازات، كان خصنا نحطوا هاد الانجازات في الكونتكست ديال عاوتاني. من يقول بان الجامعه ناجحه على مستوى المنتخبات؟ كنقول ليه راه ناجحه على مستوى المنتخبات في استقطاب لاعبي المهجر، ولكن فاشله على مستوى المنتخبات بخصوص اللاعب المحلي. والدليل منتخب ايفان 3 هي لجنه المنتخب الاول والمنتخب ديال ايفان 3 واللاعب المحلي، لان حتى هو كيتحمل المسؤوليه اللاعب المحلي. راه طلق عندك انا مشكل من المانيا وعيطك عاوتاني من الدار البيضاء عادي اخر من الدار البيضاء. مرحبا سي عادل. مرحبا سي المدير. رانا عرفت هذه القضيه غطره من البداية. المهم نطلبوا عرفتينا انا ما ندوزاش عرفتينا. الله يكون عادل بينا. مرحبا بك سي عادل. مرحبا سي عادل. جمعه مباركه. تحيه لسي فخر الدين سي منير الايمان. تحيه لكم جميعا، وكنشكركم ديما على التحليل وعلى النقاش اللي احنا دائما كنتمناوه، دائما يتزاد في المستوى ويتزاد في ان شاء الله في واحد النوع ديال النضج اللي دائما انا راه دائما كنميل شويه للصفه خطين. مرحبا. انسى شويه دوك اللي كيخرجوا السطر ما تبقاش تدي عليهم. لا ما كاين مشكل ما كاين مشكل، هذوك شوف مزيان باش دير بهم الديمقراطيه. هذا الشيء اللي كاين. غير بالنسبه للمنتخب دائما كاين النقاش علاش ما عيطناش لهذا، لا خصنا نعيطوا لهذا لا. وحنا في المغرب كنعانيو من واحد المشكله دائما، بحال راه كاين واحد الشخص دائما قاصر. حنا عندنا سيليكسيونور اللي هو سي وليد الركراكي كيصرح امام الملا كيقول انا كنتحمل المسؤوليه. عندي واحد المسؤوليه اخلاقيه، عندي واحد المسؤوليه مهنيه، انا اللي كنعيط للعابه وكنتحمل الروندمون ديالهم في التيران ياك. ملي يسالي الماتش ويلعبوا هذوك اللعابه ويديروا هذاك الاداء ديالهم ويديروا هذاك الشيء اللي عليهم، هذيك الساعه كيف كيقول السي فخر الدين هذيك الساعه باش بدا لو ديبا، هذا باش نبداو ناقصوا هذا جبتيه، ها الروندمون ديالو شنو كاينه، ها شنو ما كاينش. ولا العاد مثلا بعيد، علاش ما نجيبوش واحد هذاك اللي بعيد وهذا اللي خدانا ما هذا اللي جبناه وشفناه قدامنا ولعب وهذاك الشيء، كاننا كنتنكروا لواحد العدد ديال اللعابه بالدربه. يعني هذه المساله هذه الخطرات انا ما كنوافقش عليها. لا هو سي عادل سي عادل حنا دائما الحمد لله وانت راه كتستمع لينا. انا شخصيا بحكم يعني التجربه المتواضعه اللي دوزنا في هذا الميدان، انا ما عمري ما غادي نكون يجي شي مدرب كما كان نوعه. انا لا اتكلم على وليد الركراكي ولا ديما سي عادل، ديما التشكيله تناقش والاستدعاءات تناقش في الاول. هذا الشيء في الاول ياك؟ اييه في الاول. في الاول فاش كتعطى اللائحه كنجيو كنناقشوها. العالم كله كيناقشها، ميم الدول الاخرى كتقدر تناقشها. تتقول لك دابا جمال الباضي يستدعي اللاعب فلان الفلاني وليد الركراكي عالميا، ما عليناش. انت النقاش كيكون غير في الاول السي عادل، ولكن اي فوا تنهز الرحيل ديالي وغنمشي نلعب دابا مباراه مع تنزانيا هي كتولي تناقش هذوك اللي كاينين. ما بقاش عندك الحق تقول علاش ما جاش فلان.
انا متفق انا كتناقش لا كتناقش 23 شوف فهمتيني علاش كنهضر ما كندويش على النقاش ديال اللائحه العادي اللي كنتصنتوا ليه اللي كديروا فاش كتجي اللائحه دائما كتقول واحد الحاجه كتقول كناقشوا اللائحه نهار اللي كنسمعوها صافي صافي ياك لا راه كاين حتى النقاش وواحد كيتفرج ومازال كيناقش اللائحه وهي راه كنقولوا احنا شوف هذيك حنا غنكونوا ديما حنا غنكونوا ضد نقولك علاش لان دابا كاين اللي ما كيفهمش واش انت مدرب باقي غادي تناقش معاه مشى دابا حنا المدرب ان شاء الله غيمشي لاكوت ديفوار يقدر عاوتاني ما تشوفش شي لعابه اييه واش سيور ما غاتشوفش شي لعابه ما غاتشوفش ولكن حنا النقيط اللي غيمشي لكوت ديفوار ما بقاش عندك الحق انت ديك الساعه التشجيعات والمسانده اون اتوندون تشوف الباركور ديالو اللي غادي يدير في لاكوت ديفوار هذا انا هذه المساله هي ايجابيه ومتفقين على واحد المساله اللي ناقشها السي عادل من المانيا على الكره المغربيه هذه المساله اللي كاينه راه كاينه في بزاف ديال المجالات لان ملي كتاسس لواحد المنظومه كندويو دائما على المنظومه المنظومه اليوم في العالم كامل هي منظومه خصها الاساس ديالها اللي هو مالي يعني المنظومه اللي هي رياضيه او اساسها مالي يعني خصنا الفلوس باش نديروا هاد التيرانات خصنا الفلوس باش نديروا هاد الفراقي خصنا الفلوس باش نديروا هاد الاحتراف انتوما شحال من مره كدوا على لعابه اللي هما دوليين وكيمشي كيولي خصو يدير الفئات الصغرى باش غير باش يعيش يعني ماشي باش يكون بروفيسيونيل غير باش يعيش وعلاش فين غتجي هاد المنظومه وحنا كنهضروا على هاد باقيين كنهضروا بهاد الامور هاد يعني المنظومه الكرويه إذا ما عندهاش تمويل قار كندوي على تمويل قار يعني تمويل قار يعني كاين الفراقي عارفين مني غيجيبوا الفلوس وراه ما كاينش وراه شي كنناقشوا دائما راه عدد كبير استعادين من الفراقي ديال في البطوله النقاش ديالنا السي فخر الدين دائما غيبقى في بلاصته انت بلاتي على انت عندك على انت عندك شي مسؤوليه انت تقدر عندك بيدك القرار عطينا غير واحد القضيه عطينا القرار بين يدينا وديك الساعات حنا نطرحوا دابا انت المشكله اللي مطروحه هو هادشي كيوقع سنه بعد اخرى وما كاينش شي تدخل راه خصك توقف هادشي قضيه ديال ربما انا عندي واحد الراي شويه يقدر تخالفوني فيه ولكن راه كيقول لك لا قد لبس قدك يواتيك لا الله يرحم الوالدين يعني حنا كنديروا واحد المجهود وحنا ما كنمشوش حنا ملي كتجيب فرقه ما عندها مشاكل وتجيب 20 لعاب و15 لعاب اذا ما كتلبسش انت قدك كتلبس كبر منك خلات الفراقي راه هي اللي خلات الفراقي بزاف غرقوا ومشاو ايوا شكون اللي خصو يحبس هاد الفراقي دابا يحبسهم دابا ما حبسناهمش حنا ولات كتحبسنا الفيفا دابا حنا ما واش غنقول لك اخويا عادي ودابا حنا راه حيت حنا ما حبسناهمش ولات كتحبسنا الفيفا دابا بالزمن ولات كتحبس دابا حنا السي عادل تا حنا غادي نحبسوك دابا لان تبارك الله عليك شكرا اللي سميته اسمح لي انا غادي نحبسك دابا انا قبل من الفيفا تحية لك سي عادل تحية لك شكرا عادل من كازا أمي ما ناخذوا فاصل من بعد نرجعوا لمواصلة استقبال مكالماتكم على 0522 36 05 36 أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شادا اف ام تحية لكل الأصدقاء وكل المتتبعين هو ماشي ديما ديك القضية ديال كان أبي لكن ها أنا دا تاريخية مزيان ما كاين مشكل دابا بغيتي تناقش الحاضر إن شاء الله هو اللي خصو يتناقش وتا واحد ما يجي يبقى يتضارب على اسميتو فهمتي اي حاجه لا. شي واحد انا دابا اللي ما سو كونتر لان يكون دابا شي نقاش ولا باقي شي واحد باغي يضرب على شي حاجه اللي هي دازت الوغ كو كيتي انت مو خصك تشوف الحاضر ولا خصك تشوف وثم كاع الناس مثلا دوك اللي كنسميهم الاسنابل عندك ان فيكو كبير ولا سي في كبير ولا شي ما محتاج كل مره باش تقول انا راهن اشارات وانا لا انت راك داوي على راسك راك راك تساهم في الكره في اي موقع كنتي فيه انت يا راه غير بالراي ديالك راك كتساهم تحيه لكل الاصدقاء شكون معنا السي فخر الدين كمال اهلا سي كمال من مراكش مرحبا السلام عليكم اخو مولاي وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته كيداير اخويا بخير الله يبارك فيك كيداير سيد الحيمر الله يكرمك والله على بخير اخويا اهلا جاي لي اخو مولاي يلا شوف جري لا لا شوف عاد قلق اخو مولاي رخا الله
كيجينا اللعيبه في خير الحمد لله كامل لاباس عليك واعف اختي كيجينا والله الا بخير الحمد لله واعف كان راه انت يا بوب ديال الاذاعه اشويه صافي كامل لا لا بوب ولا بوب راه كانت فواحد العريس والله الا كانت فواحد العريس هي ويرنيش عاتي ولا حاضي البنات ديال البايرن خوش كيمشيو للعرس كانت شختانة ورا كانت في العرس تاع نويو هي 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 لا باش جراه تجوج بواحد اني الكابيس لواحد اللعابه ديال الكره فيه سير الله صعب توما عرضوا عليها ايوا بصحتها شحال من واحد داروا في الطابله عشرة وجوج كيتسناو كاينين ثلاثة الفرار زوخا ما خرجتش الشارع باش يجيو القرفة والميج هكا اللي جا تيقطر اخا ما خرجتش واه راه جيت انت جايز وطويل وتوكل على الله كمال سير على الله سير تحية للبشير يبدو الله الله السي كمال راه برجع معاك واحد شوية الله يكرمك للوداد اييه واخا طلتنا ما تجيش شويه يساعد معايا ما كاين مشكل يلاه اخويا اخويا منير هذاك الماتش الوسط ما كانش اخو منير ايه هو المدرب كان يلقى لي حل فهمتيني انت انا توخيل تيعجبني بواحد القضيه ها هو كاع عنده نص طافي ميت ولكن تيلقى لي حل باش تيلقى لي حل بهذاك اوفاميكانو واخا هو خراجه وتيقعد كاع هذاك جيل اللي خطو تيدخلو علاش شنتي عاونو بذوك الكويرات تيسنطريو ولي تيطيحو قدام صاني وقدام كومان تيلغي كاع هو الوسط واش فهمتي ناس يجيبوني انا شقلت ليك ايوا رمزي راه ولد البلاد قولوا لي هذا الشيء ايوا شلعت الله هو هذا ونتمناو لها ما تيجي اللهم ونهضر تبركاني قولوا كلامهم في هذا الشيء اللي باقي وجبران اخويا راه بانت بلاصتو بلاصتو تا الزغرات الريكوايري دابا سيموني راه تيقول لك الناس الاولين اللي ما عارفينش تحرات يقول لك لا ردعوجه ايوا المهم دوز ليا الحاضر دوز ليا الحاضر خلي هذا الشيء راه داز في الماضي نجيزو معاك لها ما تيجي للكوكب اييه نتمناو الله نتمناو الله يخرجوا من هاد التوامه ديال هاد النتائج وراه اللعابه ما مخلصينش اخو منير كاين اللي ما مخلص من ذاك العام عاوتاني عاوتاني علاش ما سمعتش وراه ولا بدا هاد الفيلم اخو ما خرجتش لا كاع ما بغيسالي لا ما عمرو ما غيسالي بالعكس وما عرفت هاد الفرقه واش ما عندها ماشي هي ماشي هاد الفرقه شوف الله يرضي عليك السي كامل مابقاش تقول هاد الفرقه هادشي اللي كنعيشوه في البطوله الوطنيه حرف الف وباء وانت نازل الله يهديك الله يهديك مشاكل جما تيعيشوها الفرق ديالنا كلها على حساب شي دابا التوقف اللي شتي بلا ماتش سير دابا تشوف الدراري شي كيتريني شي هذا شي كيطلب مستحقات باقي كاين الاضرابات اخو فخر تي ايوا ما عندك باقي كاين الاضرابات راه كيما كنا نعم خويا واش حنا هاد المدينة قداك وما تقدر تعيش فرقة أفريقية سميتها إيوا تبقى دابا تبقى ديما ورجع لهضرتي كامل نبقاو نناقشوا هاد القضية دائما تبقى تقول لي هاد الفرقة هاد المدينة ومراكش راه ملي كتقول مراكش شوف 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 مدن بحال مراكش بحال طنجة بحال عدد كبير من المدن اللي هي تبارك الله ما يمكنش لك تقول لي فرقة ما تعيش فيها بحال قنيطرة وأنت غادي راه خلينا ساكتين ما عرفت واخو اخويا فخر شنو راه ما باقي فهمنا والو هاد الاوباد الجماهير راه ما عرفناش يقولوا لينا شكون اللي تيعطي هاد الناس هاد الوراق فابور واش حنا نمشيو نقدو نخلصو ورقتنا ونلقاو واحد داخل فابور راه كوبينا حنا ندخلو راه اخو فخر شنو كوبينا ندخلو فابور والله حتى نقعدو لا ندخلو ما كاين مشكل ذات نهانة تتعلم راه تنخلصو راه هادو اللي هاد الناس اللي تيقول لك تيحبوا الكوكاب راه كتحب الكوكاب خلص الورقة وهذا اللي تيفرق هاد الورق على البيلكيين شكون هو يوريو لنا البيلكيين بلا نعرفو ولا البيلكيين اخويا منير لا اشكاي لا واحد تيدخل ما تيخلص لا ورقه لا والو لا ماشي البيلكيين ايوا ما عندك ما دير وتالي انه سبورتينغ البيضاء لا ماشي يجي نتمنى الله يضرب لنا هذيك صامبا وطلع بلاتي 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 يا سي كمال الله يرضي عليك الله يرضي عليك
نعم الله يدلي فيها الخير وصافي ما باش ضرب سان داونز شي على حسب الماتش اللي تلعب شوف راه شوف الماتشات راه ما كيتشابوش كل ماتش عنده شوف هاد الفريق هاد الفريق هادي شوف هاد الفريق جديدة على هاد المنافسة وبخير مزيان ديجا الوصول لا فينال ديجا مزيان والله تجي لا تنحييهم لين وصلوا بعيد انا ما كنجيبت لها المرتبة راه باغي نمشي مالقول راه ملي وصلوا حتى لهنا راه شوف كاين غياب شي بهتام ديال هاد النيفو ديال هاد الكرة النسوية خصوصا في جنوب الصحراء ما عرفت نتمنى وشوف نتمنى تقوى هاد 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 اللعبة عند بعض الدول وهذا باش تكون مشاركات وتكون هي اللي غتعاونك انت في لاكوب دي موند وتعاونك في بزاف ديال الحوايج واخا فخر تن بعدا خصها تقوى عندنا حنا الاولين بعدا حنا تكون عندنا منافسه قويه في البطوله راه هي اللي بغينا حنا هي اللي بغينا هي تلقى بعدا على الاقل 4000 فرق ولا 5000 اكثر فوالا غاردي عليك سي فري سي فري هي وتكون منافسه راه قلتها المنير البارح قلتها المنير بغينا المنافسه تشتد ما بين الجيش وكاع الفرق حيت انا واحد لقيتها هذه واحد 10 سنين يا فريق جيش ملكي يقول في بوديوم اخا فخر شنو السي منير وبا كمال جيب لك واحد النويطة واعر اخو مولي مرحبا واحد تنطيه واحد اللعبة عشرة البير واحد طيارة واحد الاسترالي طيارة اخو مولي راه 40 كيلومتر في الساعة ما كاينش المزاح و 17 لسانة سميتو نستوري ايراركوزا عاتي بعدا عاتي بعدا مع ملي كان كتنافس البير عليه عاتي بعدا هي اللي بنقول لك اخو مولي مع ملي كيتنافسو قباتو الله ما تطيح لك على البال بالله الباصا الهلال المصري الهلال المصري والله العظيم اخو مونير والله الا الهلال اللي كانت بتجيب والله تعالى شراه بثلاثه المليار باش خلقوا لها ما تيجي وراه خلقوا واحد المنصب جديد لها ما تيجي حتى شنو هو جابوا لها ما تيجي واحد المدرب من النمسا هذا حتى شنو هو الاختصاص ديالو واحد ريني ماريتش الاختصاص ديالو كيراقب المدربين ابتداء من الفئة ديال 15 حتى 23 وكيراقبهم غير اش كيديروا دير التنسيق مع الفريق الاول باش يولي كلشي تيلعب بسيستيم واحد اييه وتنحييو كوتشي منير الله يحفظك اود دبا كمال الله يكرمك نعم اشيجي تحية الواحد لاخ اخويا منير الله يكرمك تحية لسجاب جوسي فلانتر أحسن الضرب لهالك الله يكرمك هذي جموني وصير لهالك الله يحفظك أشكاير لك دوب أخضر الزمان هالانتر أتبك الله على بكافل نذكر فقط فخر الدين بطولة إفريقية لكرة اليد يناير 2024 سبحان الله كنت فكروا عامين عامين كتجبد لي بعض المرات شي دي ديسيبلين اللي توحشناهم صراحه ولكن راه نفس الهضره اللي كتقول دابا هي اللي غتكون قلت هذه واحد العامين مشاركين دابا قرعه كاس افريقيا وضعت المغرب في المجموعه الثالثه الى جانب الجزائر وليبيا والغابون جوج اللي غيتاهلوا الكارت فينال وهذه الدوره هي مؤهله ان شاء الله والمغرب وهذه الدوره هي والغابون ما باش انا رشحت والدوره راه مؤهله لكاس العالم ومؤهله للالعاب الاولمبيه غير لباريس ما عندكش الوقت شوف باريس عند سي نور الدين سي نور الدين باريز غادي نناقشوا مازال كرة اليد من بعد سي نور الدين مرحبا السلام عليكم اهلا وسهلا سي نور الدين وعليكم السلام اهلا خويا منير اختي ايمان خويا فخر الدين الله يبارك لك هذا اليوم لقيناك الله يكبر بك مرحبا بك الجمعة بكري انا لا كنمشي نصليها فوقيتها غير هو على حساب على حساب المساجد السي نور الدين الوحده وي وي لا الوحده وربع كيودل على حساب المساجد كاين اللي المهم 50 55 كتكون مساجد الله يرضي عليك فوالا الحمد لله جيناكم بخير اللهم لك الحمد الله يحفظك السي نور الدين اللهم لك الحمد اخويا فخر الدين عاوتاني ديما النادي قنيطري اي مرحبا بك انا النادي قنيطري عاوتاني بدلوا المدرب صافي ثلاثه المرات مدرب ميم با ما كاين مشكل بحال كتبدل شكون اللي كاين دابا ما فراسيش انا ما سقتش الخبر كاين سي حسن وقري حسن وقري حسن لا حسن اغني حسن اغني لا ماشي حسن اغني ولا لا حسن حسن اش ما نقدرش ما نقدرش نعرف المهم ورا ما مشى دابا نجيبوا الاخبار ورا ما مشى انوار مغنيه كان جا صلاح الدين الخليفي ياك صلاح تحيدوا وداروا مدرب جديد سميتو حسن وعنوا الناس عايش سلبيه كيبدلوا المدرب
يعني شوف السينور الدين تبارك الله والله العظيم كون كان الجمهور كيلعب هو الجمهور كله طلع شحال هذه دابا شنو اللي كيلعبوا ما بدون جمهور دابا الجمهور الجمهور ديما حاضر تاثر هي دابا النادي القنيطري وكوكب مراكش لا ميم شوز سبحان الله والكودين شوف السينور الدين خويا شتي النادي القنيطري راه لو ديبار ديالك الانطلاقه الا ما كانتش انطلاقه قويه وما درتيش واحد يعني معسكر من الصيف كتخدم فرقتك وكتحط قدام عيونك واش هاد الفرقه غادي تطلع ولا غادي شوفها باش ماشي غادي نجي انايا ندير بريباراسيون ونجيب مدرب وما عنديش ما عرفش الافاق ديالي ما عرفش وكندخل ونجيب لعابه لا كنمشي بعدا ندير واحد فيزيوناج نمشي نشوف شكون هما اللعابه اللي غيعاونوني في هذاك المكان وكنجيب صرف لي سعاد سينور الدين وكنمشي نجيب دي جوار اكسبيريمونتي وملي كنقول لك اكسبيريمونتي ماشي كبار الكبير والله كنمشي نجيب دراري باقين صغار لاج ديالهم مزيان ولكن لاعبين الكره اللي غادي يجيو يدخلوا في ذاك اللي غيدخلوا في ذاك البلاصه ديال الهوات انا لعبت هذوك شوف انا الحمد لله مشيت شفت هذاك الشيء ديال الهوات راه صعيب حتى هو وملي كتشوف دوزيام ديفيزيون صعيبه حتى هي راه كل كاتيجوري بوحدها عندها لعبة ديالها وعندها خصوصيات ديالها والفرق ديالها كيفاش كيكونوا راه كاين اللي كيجي يوحلك ما عنده والو ولكن يلعب معك في قنيطره وشوف ذاك الجمهور ويضرب معاك ويبغي يربحك ويدير لك هادشي اللي كاين. سي نور الدين كتكلم على المدرب حسن الساخي لا؟ اكزاكتومون فوالا سيتا حسن الساخي هو اللي جا للنادي القنيطري حسن الساخي تبارك الله منين توا في هذه الكاتيجوري توا ديال ما خلا فين خدم تبارك الله شكرا لك سي نور الدين تحيه لك سي نور الدين شكرا اخويا باقى لي واحد النقيطه لا سالينا اخويا نور الدين سالينا شنو هذيك النقيطه ديالها في كسكسو لا سي نور الدين سالينا اخويا حميد الزفاف ديال الاخ حميد العيون الحاره حامد شيكوك بيكوت هاني قال لي هاني انا خويا مبروك ليك حامد بيكوت ديديكاس نعم الزرده في تيرودان وصل تيموني تحياتي الزرده مرحبا ان شاء الله غادي يديرها لي غادي يديرها لي مرحبا سي نور الدين تحياتي شكرا لك فخر الدين كنت لقيتي يقول لك هذه الاغنيه بغيتها لخالتي هنايا نهايه اسبوع موفق ان شاء الله تبارك الله عليك مولاي شكرا ايمان شكرا لك مولاي نتلاقوا مستمعينا الكرام يوم الاثنين وبالتوفيق لكل الرياضيين المغاربه اللي داخلين في منافسات نهايه الاسبوع موعدنا نهار اثنين ان شاء الله شكرا الى اللقاء